السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، معكم محدثتكم الأستاذة صفا محمد علي من فريق التقديم في منصة أريد الدولية. فأهلا ومرحبا بجميع الحاضرين الكرام. مع حفظ الألقاب والمناصب والرتب، تتشرف منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين الناطقين باللغة العربية، وبرعاية ما يزيد عن 85 جامعة ومؤسسة علمية شريكة للمنصة. أن نرحب بكم أجمل ترحيب مع باقة عطرة من ورود الرياحين والياسمين في احتفالية رائعة لإطلاق الإبداع الفكري الإنساني، وهو معجم منصة أريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. ونحن سعداء جدا اليوم معكم لمشاركة هذا الإنجاز الرائع لإلقاء الضوء على أهمية تحسين وتطوير البيئة التعليمية والنفسية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تعتبر من أهم القضايا لتعزيز فهمنا لاحتياجاتهم الفريدة، وبهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التواصل الفعال بين المهتمين والمختصين بهذا المجال المهم. ويسعدنا ويشرفنا أن ينضم معنا اليوم كوكبة طيبة من العلماء الأجلاء الذين ساهموا وأثروا هذا الإنجاز الكبير. نبدأها مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار، رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمنصة أريد، أستاذ المناهج وطرق التدريس من كلية التربية جامعة أسيوط من مصر الشقيقة، مديرا لهذه الاحتفالية. مشكورا مأجورا. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. شكرا شكرا استاذ صفا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الاول بلا ابتداء الاخر بلا انتهاء، الذي لا تحويه الجهات ولا تنعته الصفات، متفرد في العلو والمكانه والذات، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو الحي الذي لا يموت. سبحانه سبحانه فتاح عليم، فتاح يفتح على هذا مالا وعلى هذا علما وعلى هذا حكما وحكمه، عليم يعلم كل شيء عن كل شيء، يعلم الجبل وما في وعره، ويعلم البحر وما في قعره. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ونور قلوبنا صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي بعثه الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الذي بعثه الله عز وجل من أنفس العرب، بل من أنفسهم، موصوفا بصفات من صفاته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. الذي بعثه الله عز وجل مكسوا بخلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. علمنا صلى الله عليه وسلم فيما علمنا أننا حينما نقوم بعمل لا بد وأن نعطي العمل حقه، فقال صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته يوما: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ثم أما بعد، في البداية أهلا بحضراتكم في هذه الاحتفالية المتميزة لإطلاق معجم منصة أريد الدولية للمصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. وهذه الفاعلية هي نتاج رافد من أهم روافد المنصة، وهي المجاميع البحثية. دشنا هذا الرافد من عدة سنوات، وأخرج العديد من المؤلفات والكتب والمشاريع البحثية، ومعجم منصة أريد هو واحد من هذه الإصدارات المتميزة. إن شاء الله فعاليات الاحتفالية تسير كالتالي. إن شاء الله نبدأ بكلمة ترحيبية للأستاذ الدكتور سيف السويد، المدير التنفيذي والمؤسس، ثم يعني كلمة بسيطة مني، التعريف بالمعجم،
ثم إن شاء الله ناخد عينة ممثلة من فريق العمل لمجموعة من الزملاء اللي شاركوا في هذا الإنجاز. هناخد الأستاذة الدكتورة مروة الباز والأستاذة الدكتورة أميرة والأستاذ الدكتور إبراهيم في كلمات قصيرة أيضا عن طبيعة العمل وآليته، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعقيب من مجموعة من الخبراء والعلماء المتميزين في هذا التخصص وفي الميدان التربوي. هناخد سعادة الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق، وناخد سعادة الأستاذ الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج، وسعادة الأستاذ الدكتور خالد السعودي عميد كلية الطفيلة التقنية بالأردن سابقا والخبير في مركز المناهج، في تعقيبات سريعة حول المعجم وتفاصيله وأهميته وهذا الكلام. بعد كده إن شاء الله هناخد مداخلات من حضراتكم سريعا، كل التساؤلات بتاعت حضراتكم عن الشهادات ولينك الحضور وكل التفاصيل إن شاء الله في نهاية اللقاء. هيكون معانا كل الحاجات دي هتنزل إن شاء الله في نهاية اللقاء في الشات، وهيكون معانا الأستاذ عدنان إن شاء الله أيضا في نهاية اللقاء هيقول لحضراتكم على كل التفاصيل. هنركز في الاحتفالية وكل التفاصيل المرتبطة بالشهادات ولينك الحضور والكلام ده كله إن شاء الله هيكون في نهاية الاحتفالية. البداية الآن إن شاء الله مع أخي العزيز الدكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي للمنصة. طبعا الأستاذ الدكتور يعني سيف، يعني أنتهز هذه الفرصة وأتوجه ليه بخالص الشكر والتقدير أولا على هذه المنصة الفريدة والتفرد هنا مش في ميدان العمل، ولكن هو في طبيعة الفكرة وفي آلية عملها من منذ النشأة. واحنا هنحتفل بعد أيام قليلة بالعيد السنوي لتأسيس وتدشين المنصة. هذه المنصة أهم آلية من آليات عملها، وأهم رابط من روابط عملها، وأهم قيمة من قيمها اللي هي مدشنة ومكتوبة ومعترف بها في هذه المنصة هي الإخلاص. يعني أنا أدعي وأزعم إن كل من يعمل في هذه المنصة بداية من المؤسس لحد يعني كل واحد، ما فيش أصغر طبعا، لحد كل واحد موجود في هذه المنصة من الفريق التنفيذي أو الفريق التقني واللوجستي أو حتى الأساتذة العظماء اللي بيشاركوا معنا في كل الفعاليات، الكل يعمل بإخلاص وبهدف واحد وهو نشر العلم وإثراء حركة البحث العلمي في للناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم، وتقديم خدمات زكاة علم زي ما بنقول كده، زكاة علم. وهذه المنصة هي أهم حاضن، وعلشان كده ربنا بيكرم بكل جديد وربنا بيكرم بالأثر، إن الأثر إيجابي عند الجميع إن شاء الله. تفضل الأستاذ الدكتور سيف السويدي في كلمة ترحيبية، تفضل. شكرا شكرا بروف، بارك الله فيكم، شكرا على هذا التقديم الرائع وهذه الكلمات الصادقة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الاحتفاء. مبارك لنا جميعا هذا العرس العلمي للاحتفاء بتدشين معجم منصة أريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. حقيقة هذا المعجم جاء عن طريق مجموعة بحثية شكلت قبل تقريبا 3 سنوات. هذه المجموعة البحثية اشتغل بها مجموعة من العلماء والخبراء والباحثين بإشراف ورعاية الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود لإنشاء هذا المعجم. يعني هذه الفكرة الأولية كانت من فضيلة الدكتور، أنه لا يوجد يعني معجم يجمع هذه المصطلحات الهامة لذوي الاحتياجات الخاصة باللغة العربية، ثم تطور الأمر إلى عدة لغات، ثم أضيف له اللغة الإنجليزية ثم اللغة الفرنسية. يعني فحبيت حقيقة في البدء أعرفكم بالمجاميع البحثية في منصة أريد. يعني هي عبارة عن ملتقيات تخصصية لإنتاج يعني منتج علمي أو كتاب أو مؤتمر أو بحث أو معجم، ولهذه المجاميع حقيقة لها الفضل لله، ثم لهذه الحقيقة المجاميع للكثير من المنتجات التي نراها الآن في المنصة، يعني بدءا من المجلات والمؤتمرات والكتب التي قمنا بعملها عن طريق الجهود الجماعية في هذه المجاميع البحثية. نعم، حقيقة عدد المصطلحات التي يعني ضمها هذا المعجم بلغ تقريبا 1600 مصطلح تربوي ونفسي بفهرسة الترتيب الألفبائي وبإيراد المصطلح باللغة العربية وما يقابله باللغتين الإنجليزية والفرنسية كما ذكرت.
وحقيقة أيضا هذا الأمر يعني الموافقة على المعجم والعمل والاشتغال والفريق كان يشتغل هو حقيقة لاستشعار دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المنصة. يعني هم أعضاء، لدينا أعضاء فاعلين في المجتمع العلمي في منصة أريد، لهم حقوق وعليهم واجبات. فلهذا حقيقة جاءت هذه الفكرة وتم الموافقة عليها ودعمها وتأييدها لأجل التحفيز هذه الـ يعني هؤلاء الباحثين والاستمرار في تحفيزهم وتقديم أفضل السبل لتفعيل دورهم في المنصة. أيضا أذكر هنا طبعا في عندنا أوسمة كثيرة في أكثر من 30 وسام في المنصة. أحد هذه الأوسمة اسمه وسام التحدي، وهو وسام تمنحه منصة أريد لأصحاب الهمم العالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن يشارك طبعا بنشاط واحد على الأقل في الأنشطة التي تنظمها منصة أريد من ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل أو ورش عمل عفوا أو محاضرات ومحافل علمية. والهدف من هذا الوسام هو لأجل التحفيز ولأجل التشجيع والدعم والتوجيه لمجتمع الباحثين. فأنا حقيقة لا أريد أن أطيل، ولكن أبارك لكم مرة ثانية وأشكر كل من اشترك في هذا المعجم، في هذا الإنتاج العلمي الذي نفتخر به، معجم منصة أريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. وآخر شيء حقيقة حبيت أذكر أنه الحمد لله أن المعجم يعني ترشح لجائزة الدوحة للكتاب العربي، ونرجو أن يفوز ضمن شروط الجائزة، ولا زلنا ضمن الإجراءات التي يعني تتطلبها الجائزة لاستكمالها. فكل الشكر والتقدير لكم، وأتمنى لكم يعني احتفالية متميزة ورائعة ونافعة، وتقبل الله جهودكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا دكتور سيف، وفي ميزان حسناتكم يا رب، ونسأل الله عز وجل القبول. نستأذن حضراتكم في يعني عرض سريع كده قبل ما نستمع للزملاء الأعزاء، هنتكلم فيه عن المعجم وآلية العمل وكان الهدف بتاعه ايه وبعض التفاصيل. يمكن تفضل الاستاذ الدكتور سيف بإعطاء بعض التفاصيل. المعجم كان البداية احنا لما التقينا ولما دشنت المجموعة وأعلن عنها وتم انضمام مجموعة كبيرة، ودي كانت الخلاصة. يعني المجموعة اللي اشتغلت واللي سجلت في المعجم دي كانت الخلاصة. اتفقنا من أول اجتماع من الاجتماعات بتاعتنا على آلية العمل وتفاصيلها، وحددنا الهدف، وكان الهدف بتاعنا واضح إن احنا هنجمع ونصنف ونعرف المصطلحات التربوية والنفسية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، ونحاول نقدمها بشكل مختلف إجرائي، يعني إلى حد ما بطريقة إجرائية علمية، عشان يكون زاد للباحثين اللي مهتمين بهذه الميادين، وفي ذات الوقت أيضا للراغبين للعمل في هذه الميادين. المعجم وصفه، شارك في إعداد المعجم 27 من العلماء والخبراء والباحثين من مختلف الدول العربية، احنا هنعرفهم بعد لحظة. شارك معنا مجموعة من مصر والمملكة العربية السعودية والعراق والمغرب والجزائر والسودان في تخصصات مختلفة، وده برضه من مزايا المعجم زي ما احنا هنعرف بعد لحظة، ان ما كانش في تخصص واحد، لا ده كان في تخصصات مختلفة، كان في تخصصات في التربية الخاصة، في المناهج وطرق التدريس، في اللغة العربية وآدابها، في فقه اللغة، في البرمجة اللغوية العصبية، في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، وده كان من العوامل، يعني من عوامل قوة ودسامة هذا المعجم. حابب نذكر كل المجموعة اللي اشتركت في هذا العمل، وحابب في البداية ان انا اقدم لهم كل الشكر وكل التقدير وكل الامتنان على هذا العمل طوال هذه الشهور. هذه المجموعة عملت بجد وبإخلاص لشهور طويلة جدا، وانا اعي كم الجهد وكم التعب في سبيل اخراج هذا العمل، وده بشكل تطوعي تماما بنسبة 1000000%، وهم عارفين ان ما فيش اي عائد من وراء هذا العمل الا زكاة العلم، الا تقديم خدمة للباحثين في هذا الميدان. فانا حابب اقدم خالص الشكر والتقدير بداية للاستاذة الدكتورة مروة الباز
واحنا هنستمع عليها بعد لحظات وهنقدمها. ايضا اخي العزيز الاستاذ الدكتور محمد جمعه، استاذ المناهج وطرق التدريس بكليه التربيه جامعه المنيا، وكان ليه جهد غير عادي في ترجمه المصطلحات باللغه الفرنسيه، وكان ليه مجهود رائع. ايضا الاستاذه الدكتوره رجاء بن حيده، استاذ النقد البلاغي والعروض في المملكة المغربية، أيضا يعني قدمت جهد أكثر من رائع. أخي العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم فريج، وأيضا هنستمع ليه بعض لحظات وهنقدمه إن شاء الله. الأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة رشا صبحي حجازي، أستاذ المناهج وطرق تدريس التربية الخاصة في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل في جامعة الزقازيق، أيضا جهد متميز. أخي العزيز الأستاذ الدكتور سليمان رجب الشيخ. في ناس، في مجموعة بأمانة من الزملاء أنا التقيت بيهم وتعاملت معهم وجها لوجه قبل ذلك، لكن في مجموعة يعني أنا اكتسبتها في هذا المعجم، من ضمنهم الأستاذ الدكتور سليمان، كنموذج من النماذج الممتازة الدؤوبة الحريصة، وهو أعتقد فاز معنا كمان في مسابقة التحدي التأليف السريع، وهينشر لي كتاب قريبا إن شاء الله. وأيضا رفيق الدرب معه، كانوا توأم هما الاثنين، هو والأستاذ الدكتور نادر صلاح السعداوي، أستاذ في التربية الخاصة في قسم التربية الخاصة بجامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية. أيضا أخت العزيزة الأستاذة الدكتورة فاطمة محمد البنداري، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة الموصل العراق، أيضا من النماذج المتميزة واللي أبلت بلاء أكثر من رائع. الأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة، اسمحوا لي معلش، يعني أنا حابب نذكر الأسماء لأن هو ده ميدان الشكر، إن أنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لأن هذا المنتج هو نتاج فكر وتعب هذه المجموعة، فمعذرة للإطالة يعني في ذكر الأسماء. أختي العزيزة الأستاذة الدكتورة مها عبد الغني الصيفي، أستاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية جامعة المنوفية، أيضا كان لها جهد غير عادي في ترجمة المصطلحات للغة الفرنسية. أيضا الأستاذة الدكتورة ليلى دامقي، أيضا يعني قدمت دور غير عادي أيضا في المساعدة في ترجمة المصطلحات، وعرضت المصطلحات على زملاء ليها في دولة فرنسا، فكان لها دور أكثر من رائع في تدقيق المصطلحات باللغة الفرنسية. ايضا الاخت العزيزه الاستاذه الدكتوره رقيه احمد الحب، وهي يعني زميله لينا في الهيئه الاستشاريه العليا، وهي نموذج رائع ومتميز في المنصه. الاستاذه الدكتوره نور ابو عيشه، ايضا كليه العلوم الانسانيه والاجتماعيه في جامعه قاصدي مرباح ورفل الجزائر، ايضا من النماذج الرائعه وقدمت جهد غير عادي. الشباب ايضا المتميزين، اللي فريق العمل اللي كان مصاحب، واحنا حرصنا زي ما هنيجي نتكلم بعد لحظات مع الدكتور ابراهيم ان احنا نعمل داخل المجموعه مجموعه جزئيه، وكان ادائها وقبلت بلاء اكثر من رائع. الدكتوره نهى محمد عرندس، مدرس التربيه الخاصه بكليه التربيه جامعه العريش، ايضا الاستاذ الدكتوره بشرى كمال، استاذ النحو والصرف في جامعة مولاي إسماعيل مكناس بدولة المغرب الشقيقة، شكرا على تعبك ومجهودك. الدكتورة نهى محمود عبد الفتاح الخميسي، أيضا مدرس التربية الخاصة، إن شاء الله مدرسة دكتورة نور، كلية التربية بجامعة العريش، أيضا يعني أبلت بلاء أكثر من رائع. أيضا تلميذتي العزيزة الدكتورة انتصار فرغلي. هو في ثلاثة في هذه المجموعة أنا حابب نشكرهم شكر خاص ومميز، ولاجل حسن الطالع ان هم الثلاثه ورا بعض بامانه، يعني الثلاثه دول هم من الشباب الباحثين، ولكن كانوا يعني اكثر من رائعين، واحيانا كان بيحصل دروبات وناس بتعتذر وناس تقصر في العمل وناس المنتج ما يكونش قوي، فانا يعني كان اعتمادي على الثلاثه دول، يعني ما قصدتهم في حاجه سريعه عاجله الا وادوها بشكل رائع. يعني الدكتوره انتصار في كل مراحل المعجم والترتيب والتدقيق لحد المساعده في العرض اللي قدام حضراتكم ده هو. ايضا الدكتوره رحاب عبد الحميد، ايضا من النماذج المتميزه، انا اعتقد في دروب او حرف من الحرفين كنا محتاجين ان احنا ندور على زياده، وانجزت انجاز غير عادي.
ايضا الدكتوره رودينا خيري، يعني هي دخلت متاخر معانا ولكنها قابلت بلاء ذوي الباء، وفعلا كان في عندنا برضه دروب في حرف من الحروف او اتنين تقريبا، وايضا قابلت بلاء حسن وبسرعه غير عاديه. فانا حابب نتوجه لهذا الثلاثي بشكر خاص، وان كان الشكر موصول طبعا على ذات القدر للجميع. ايضا الدكتوره طبعا، يعني حتى لو باحثين في درجه الدكتوراه ان شاء الله، دكتور وفاء حسن ريم حسن الشاعر، ايضا كليه التربيه جامعه العريش، ايضا تلميذ العزيز الدكتور وليد احمد حسن، ان شاء الله دكتوراه ايضا مناهج وطرق التدريس، هو واخد الماجستير من كليه التربيه جامعه الفيوم، لكن هو مسجل معايا دكتوراه ان شاء الله في كليه التربيه جامعه اسيوط، وايضا تلميذه العزيزه نرمين محمود وهي باحثه ماجستير. حابب برضو نقدم شكر خاص ومتميز لهذا الفريق العمل الرائع، فريق المراجعه اللغويه، لانه فعلا ابلى بلاء اكثر من رائع واكثر من متميز، بقياده اختي العزيزه الاستاذه الدكتوره اميره زبير سمبس، واحنا هنستمع ليها بعد لحظات. ايضا الاخ العزيز الاستاذ الدكتور صالح فليح، عميد كليه اللغه العربيه في الجامعه الاسلاميه بمينيسوتا. ايضا الاخ العزيز الدكتور بدر العربي من المملكه المغربيه، الاخت العزيزه الدكتوره ميمونه بجامعه الملك عبد العزيز بالمملكه العربيه السعوديه. ايضا الشاعر المتميز الدكتور خالد الاغا، من الشعراء المتميزين ومن اصحاب الايادي البيضاء على المنصه دايما بابيات الشعر، وهو ليه مجموعه من ابيات الشعر في مقدمه هذا المعجم. معذره للاطاله عليكم، ولكن يعني هذه المجموعه الاكثر من راقيه والاكثر من متميزه، هذا هو ميدان شكرها. زي ما حضراتكم عارفين، المعجم باللغه الانجليزيه باللغه العربيه والمصطلحات باللغه الانجليزيه والفرنسيه. المعجم في 481 صفحة، في حوالي 1600 مصطلح، بالضبط 1598 مصطلح. المصطلحات رتبت من الهمزة إلى الياء. في عندنا مجموعة من الحروف يعني كانت كثيرة ومتميزة، كان أكثرها حرف الألف زي الهمزة زي ما حضراتكم شايفين 364 حرف، يليه الميم والتاء والنون والباء. أقل الحروف، ودي طبيعي طبعا، حرف الظاء ثم الباء والغين والضاد والزاي، ودول كانوا أقل 5 حروف في المعجم. عندنا مجموعة متميزة، متخصصين كانوا في اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، شاركوا في تدقيق الترجمة للمصطلحات. أيضا المعجم عرض على مجموعة من الخبراء والمتميزين في هذا الميدان، وراجعوا ودققوا هذا المعجم، وقدم ايضا للمعجم الاستاذ الدكتور حسن شحاته، وهو ايضا واحد من الناس اللي عملت معجم للمصطلحات التربويه زي ما نعرف بعد لحظات، وثقت المراجع في النهايه، وكان في العديد من المراجع اللي تم الرجوع ليها اي بي اي 6. برضو علشان نضبط المعجم علميا، تم عمل مقارنة ما بين المعجم وبين أكثر من 15 معجم في ذات السياق، إما ذوي احتياجات خاصة تفصيلي أو المصطلحات التربوية بصفة عامة، والحمد لله هذا المعجم يعني تميز على تقريبا كل هذه المصطلحات في الكم والنوع، حتى في طبيعة التعريف، لأن احنا حتى لما كنا بنعرف بنروح لأكثر من معجم، وبنرجع أحيانا للأصول للمصطلحات، ونحاول نضع تعريف إلى حد ما، يعني هو مش إجرائي بالتأكيد بالكامل، لكن إلى حد ما كثير من المصطلحات كانت تعريفتها إجرائية دقيقة، كانت جامعة مانعة إلى حد ما. يعني من المقارنات، نماذج من المعاجم اللي احنا قارنا معاها، معجم الاستاذ الدكتور حسن، وهو قدم ايضا لهذا المعجم، وهتجد التقديم بتاعه في صدر المعجم، وبعض
المعاجم والقواميس والموسوعات اللي كانت موجودة، وكل هذه الموسوعات والمعاجم كلها متميزة وأكثر من رائعة. يعني معجم أخونا الأستاذ الدكتور محمد السيد علي الكسباني عليه رحمة الله، ربنا يرحمه، وأنا شرفت بزمالته وبجواره في جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية، وهو عالم جليل، نسأل الله عز وجل أن يسجل عمله هذا في ميزان حسناته، ربنا يرحمه ويحسن إليه يا رب. المعجم من دواعي تميزه هذا الكم، يعني معظم المعاجم بيعملها واحد او اثنين او ثلاثة، نادر لما يكون في معجم بيعمله 27. ايضا المعاجم الى حد ما معظمها في ذوي الاحتياجات الخاصة كانت بتركز على نوع معين زي صعوبات التعلم او مصطلحات نفسية، لكن احنا الى حد ما كان اكثر شمولا وضمن معاه كمان الموهوبين والمتفوقين. ايضا معظم المصطلحات في الغالب الترجمه باللغه الانجليزيه فقط، لكن احنا كان معانا اللغه الفرنسيه. ايضا هذا الكم، يعني زي ما قلت لحضراتكم، تقريبا احنا ضعف في معظم المعاجم. ونضرب لحضراتكم مثال، مثلا يعني معجم الدكتور اسماعيل عبد الفتاح 530 صفحه، كان حرف الألف فقط في 175، احنا كان حرف الألف 300 أو الهمزة 364. سريعا إن شاء الله أتمنى إن احنا يكون معانا طبعة تانية من المعجم ده، وأتمنى إن احنا يعني نعيد تشكيل فريق بشكل متميز، ونزود فيه يا دكتورة أميرة جرعة اللغة العربية، لأن هذا العمل يعني ضخم، ان احنا نضع تأصيل لغوي لكل المصطلحات. يعني هذا التعريف للمصطلحات اللي موجود في المعجم تعريف اصطلاحي، هنحاول بقدر الامكان، وده الطموح، ان شاء الله نضع تعريف لغوي نرجع هذه المصطلحات لاصولها اللغويه، مع طبعا المراجعه والتدقيق والاضافه لكل ما هو حديث، اتمنى ذلك ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، ونستمع الان لاخت العزيزه الأستاذة الدكتورة مروة الباز. طبعا الأستاذة الدكتورة مروة المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية العليا، وهي مدير تحرير مجلة أريد التربوية في العلوم التربوية والنفسية، وهي أيضا من العناصر المتميزة وبذلت جهد غير عادي، ويكفي أن نقول لكم أن حرف الهمزة كان مع الأستاذة الدكتورة مروة الباز. تفضلي دكتورة مروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا وبركاته. شكرا رفع عبد الرازق على هذه التقديمة، يعني شكرا لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعد رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من أهم التحديات التي تواجه أي مجتمع، إذ لا يخلو أي مجتمع من وجود نسبة لا يستهان بها من هذه الفئة، والذين أصيبوا بنوع أو أكثر من أنواع الإعاقة التي تقلل من قدرتهم على القيام بأدوارهم في المجتمع على الوجه المقبول مقارنة بالأشخاص العاديين، كما صاحب وجودهم تباينا في وجهات نظر المجتمع، حيث لاقت هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة الكثير من المعاملات التي اختلفت باختلاف فلسفة كل مجتمع. فتدرجت المعاملة مع هذه الفئة بدءا من القسوة ومحاولة التخلص منهم إلى الإشفاق عليهم والتوجه إلى رعايتهم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بينهم وبين الأسوياء. ويتوقف نجاح وتربية ذوي الاحتياجات الخاصة على الكثير من العوامل، منها التمييز بين هذه الفئات المختلفة وسيكولوجية كل فئة ومتطلباتها. ومن هنا جاءت فكرة معجم منصة أريد في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة كأحد المشروعات البحثية التي تنظمها منصة أريد الدولية للباحثين الناطقين باللغة العربية. تضمن المعجم أكثر من 1600 مصطلح باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية، وشارك فيها أكثر من 27 باحث كما أشار سعادة البروف. استمر العمل في هذا المعجم لعدة سنوات، يعني وعدة شهور طويلة، وذلك ضمان لجودته لغويا واصطلاحيا، ومراجعته مراجعة بصورة دقيقة. ويطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بالامتنان والشكر الجزيل لكل من سعى وعمل جاهدا لجعل هذه الاحتفالية ممكنة ومشرفة، لكل من شارك في هذا المشروع المثمر، وأخص بالشكر سعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة أريد على دعمه السخي وتوجيهاته القيمة في كل مرحلة من مراحل تطوير هذا المشروع.
كما لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني العميق لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار، رئيس الفريق ورئيس الهيئة الاستشارية العليا للمنصة، الذي كان العمود الفقري لهذا المشروع، وبتوجيهاته الحكيمة وتحفيزها المستمر لنا كان فعلا قائدا ملهما ومثالا يحتذى به، بدءا من تقسيم العمل وتوزيعه على أعضاء الفريق بصورة عادلة ومميزة. تم إنتاج العديد من المصطلحات، ويعني بدءا من الفكرة حتى خروج المعجم بهذه الصورة كمنتج ورق. ولا يمكنني أيضا أن أتجاهل جهود زملائي في الفريق وأن أشكرهم جميعا، كل باسمه ولقبه ومقامه، فكل واحد منكم كان له دورا كبيرا في إنجاز هذا المشروع، وبفضل تفانيكم وإخلاصكم نجحنا في تخطي التحديات وتحقيق النجاح المستحق. هذه الرحلة لم تكن سهلة، ولكن بفضل التعاون والقيادة الحكيمة والمثابرة استطعنا تجاوز كل التحديات التي واجهتنا، وأنا في الحقيقة فخورة بما قدمته معكم، وأتطلع إلى المزيد من المشروعات البحثية في المستقبل لصالح العلم وهذه المنصة الرائدة. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكل من ساهم بأي شكل من الأشكال في هذا الإنجاز المثمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا للأستاذ الدكتورة مروة على تعبك ومجهودك وفي ميزان حسناتكم يا رب. والآن مع الأخت العزيزة الأستاذة الدكتورة أميرة سامبس. الأستاذة الدكتورة أميرة طبعا رئيس قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في المنصة، وهي أيضا من الرعيل الأول ومن من الجيل اللي دشن معظم تفاصيل هذه المنصة، وأيديها بيضاء بأمانة على هذه المنصة. وهي كانت عضو في الهيئة الاستشارية العليا ونائب رئيس الهيئة الاستشارية العليا سابقا، ولا تبخل على المنصة بأي شيء على الإطلاق، مادي أو معنوي. وأنا حابب أكرر من خلال حضرتك دكتورة أميرة شكري وتقديري لهذه القامات المتميزة اللي مع حضرتك في الفريق، اللي عملت بدأب وتفاني وإخلاص وسرعة أيضا في الإنجاز. تفضلي يا دكتورة أميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد وبركاته. لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الأستاذات الفضليات، الحضور الكريم، كل باسمه ومكانته العلمية. خير المطالع ومبتدأ الكلام، أتقدم بكل مشاعر الإجلال والاحترام للحضور الكرام، فنحن اليوم نسعد بكم كما نسعد بثمار وعطاء أساتذة أفاضل أستاذات فضليات من خيرة الباحثين والعلماء والخبراء في هذا الاحتفال البهيج بمناسبة إطلاق معجم منصة يريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. المعجم الذي نحتفي بتدشينه اليوم هو من فئة معاجم المصطلحات العلمية والفنية التي لها أهميتها البالغة، فهي تساعد الأشخاص المهتمين بالمجالات التربوية والنفسية على فهم المفاهيم والمصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تساعد هذه المعاجم والطلاب والباحثين على فهم النصوص العلمية بشكل أفضل، وتمكنهم من التواصل بشكل أكثر فاعلية مع الخبراء والعلماء في هذه المجالات. بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه المعاجم مرجعا مهما للترجمة، حيث تتيح للمترجمين فهم المصطلحات المستعملة في اللغة الأصلية وترجمتها إلى اللغة المستهدفة بدقة وموضوعية. وأجدها فرصة سانحة من هذا المنبر أن أتقدم بالشكر الجم والتقدير الأتم لهذا الفريق البحثي العلمي الرائع الذي اشترك في إنجاز هذا المعجم، الفريق الذي احتضن التحديات بحماس وتصميم، وتمكن بمهاراته في الصمود وحل المشكلات أن يتغلب على العقبات ويحقق النجاحات تحت راية قيادة استثنائية ملهمة بمواقفه الإيجابية وتفاؤله الفريد وإرشاداته البناءة. وأقدم الشكر العاطر والتقدير الوافر لأعضاء فريق المراجعة اللغوية الرائعين،
على جهودهم الدؤوبة ودعمهم الثابت من أجل إتمام هذا المعجم، والذي تكون من 5 أساتذة من قسم الترجمة والتدقيق اللغوي بالإضافة إليه، وهم الأستاذ الدكتور صالح فليح زعل المذهان، عميد كلية اللغة العربية وآدابها الجامعة الإسلامية بمنوسيتا أمريكا، الدكتور بدر الدين الزيتي جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ومدير مجلة ناموس للفقه والقانون والقضاء المغرب، الأستاذ خالد فتحي الأغا باحث دكتوراه في البرمجة اللغوية العصبية وماجستير في العلاقات الدولية وعضو رابطة المسلمين وعضو الهيئة العالمية للفقهاء، الأستاذة ميمونة عبد الملك بنتن محاضر وأستاذ التحرير والمهارات الكتابية والأدب السعودي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز بجدة المملكة العربية السعودية. فلهم مني فيض شكري ووفور تقديري على ما بذلوه من جهد كبير في المراجعة اللغوية في مدة وجيزة. أود أن أوضح أن المراجعة اللغوية لهذا المعجم مرت بمرحلتين، المرحلة الأولى قسمت فيها مادة المعجم على أعضاء الفريق 5 بحسب الحروف الهجائية لمراجعتها لغويا وتجويدها من حيث سلامة الصياغة ووضوح الأسلوب وتصويب مادة المعجم نحويا وإملائيا وطباعيا ومراعاة علامات الترقيم، وكذلك التأكد من صحة الترتيب للمداخل والتنبيه إلى استكمال المقابل الأجنبي لبعض المصطلحات العربية، ثم تعاد هذه الأشياء إلى الفريق ليتمكنوا من التصويب. أما المرحلة الثانية فقد تولى فيها أستاذان المراجعة اللغوية النهائية للمعجم بأكمله الذي روجع من قبل الأساتذة جميعهم استعدادا لتسليم العمل لرئيس فريق العمل. وأختم كلمتي بهذه الأبيات الشعرية التي نظمها الشاعر المبدع الأستاذ خالد فتحي الأغا والذي يغيب عننا في هذا المجلس أو اللقاء، وهذه الأبيات تؤكد على أهمية المراجعة اللغوية والتدقيق اللغوي للأبحاث العلمية والأعمال الأكاديمية. إذا غامرت في طلب المعالي فنيل العلم مرقاة النوال، وأشرف ما أتى في العلم قدرا بعيد الذكر والسنن العوالي، علوم في لسان الضاد قامت مقام القدح من حد النصال، يقوم كل لحن من بنيها وحسن القول يسري في الفعال، ودونك زهرها لو كنت تدري وذاك الزهر عنوان الجمال، ففن النحو إن أقبلت عذب وفن الصرف يعلو عن مثالي، وفي فن المعاجم إرث حر وكنز للنفائس والغوالي، وما الإملاء والإنشاء إلا كتنضيد الجواهر واللآلي، لعلي أريد أصوغ شعرا ببعض الشكر في حسن المقال، ستهدي معجما كفريد در وينثر في اليمين وفي الشمال، وهذا الكنز لا يفنى ولكن يخلد ذكره في كل حال. أشكر لكم حسن استماعكم وأسأل الله العظيم أن يوفق القائمين على إنجاح هذه الاحتفالية والمشتركين بكلماتهم ومداخلاتهم، ويديمهم رافدا للخير والعطاء والحضارة والبناء في ظل المخلصين الأوفياء. وفق الله الجهود وحقق لنا المقصود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذة الدكتورة أميرة على تعبك وعلى مجهودك وفي ميزان حسناتكم يا رب. أخي العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم فريج هو أخ الأصغر ونموذج متميز لشباب أساتذة الجامعات ونموذج للدأب والجد، ويمكن من خلال مجموعة العمل يعني كوننا مجموعة، ازاي يكون داخل العمل مجموعات صغيرة، فتولد الدكتور ابراهيم مع مجموعة اكثر من رائعة، مع مجموعة ادار هو هذه المجموعة وخد مجموعة من الحروف مع بعض وادار هذه المجموعة الداخلية بكفاءة واقتدار، وايضا المجموعة اللي معاه بامانة حابب اسجل ليها كل الشكر والتقدير والاحترام. الاستاذ الدكتور ابراهيم هو استاذ المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة العريش ووكيل الكلية ايضا. تفضل الاستاذ الدكتور ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا في الدنيا ولا يوم العرض عليك، وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الجمع الكريم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. فأي كلام قد يقال بعد الذي قيل؟ واسمحوا لي في البداية أن أتحدث بصيغة الجمع نيابة عن فريقي المميز والذي شرفت بإدارته، وهن دكتورة نهى عرندس مدرس التربية الخاصة بجامعة العريش، والدكتورة نور الخميسي أيضا مدرس مساعد بقسم التربية الخاصة بجامعة العريش، والباحثة المجتهدة باحثة الدكتوراه رحاب عبد الحميد، وكذلك الباحثة المجتهدة ريم حسن الشاعر. ومن ثم فإننا نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لأصحاب المقام دكتور سيد السويدي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أريد، وإلى أساتذتنا الكرام ضيوف الحفل الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي والأستاذ الدكتور خالد عمران والأستاذ الدكتور خالد السعودي. وشكرنا الخاص إلى مدير الاحتفالية ورئيس فريق العمل جابر الخواطر خفيف الظل الهين اللين الذي وهب نفسه للعلم ولخدمة الناس، والذي علمني كيف لا أرد سائلا قد طرق بابي في مسألة علمية أو تحكيم. أستاذ الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار ابن صعيد مصر وفخرها والقدوة الحسنة حفظه الله، والذي أشكره على السماح لنا بالمشاركة في هذا العمل الضخم، والذي أسأل الله أن يتقبله منا، وخاصة أن جميع من شارك فيه كان شعارهم زكاة العلم تعليم. وحتى لا أطيل عليكم، فقد أسند إلي برئاسة فريق عمل مكون مما سبق ذكرهم، وأسند إلينا 9 أحرف بدءا من حرف التاء وصولا إلى حرف الزاي، وقد اعتمدنا في ذلك على ما يقارب من 80 معجما وموسوعة مصطلحات في مجالات مختلفة. وحتى لا أطيل، اسمحوا لي في الختام أن أتقدم بكل عبارات الشكر والتقدير أيضا لكل من شارك في إعداد هذا المعجم، وكلنا فخر وأمل في المشاركة في أعمال أخرى تتبناها منصة أريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أخي العزيز الأستاذ الدكتور إبراهيم على تعبك ومجهودك وفريق العمل المصاحب لحضرتك ولأهلنا في سيناء الغالية والعريش الحبيبة. شكرا لحضرتك ولهذا الفريق المتميز. عفو يا أستاذنا، ربنا يبارك شكرا فيك. شكرا حبيب. والآن يأتي الدور على الغرض المهم والأساسي من هذه الاحتفالية، هو الاستماع إلى هذه القامات العلمية المتميزة وضيوف شرف الاحتفالية والمتحدثين الرئيسيين لهذه الاحتفالية. نبدأ بالعالم الجليل الأخ الكريم الأستاذ الدكتور إيهاب عبد العزيز الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجمهورية مصر العربية. أنا يمكن شهادتي في الأستاذ الدكتور إيهاب مجروحة لأني يربطني بيه رابط محبة رباني زي ما بيقولوا كده. التقينا كثيرا وجلسنا على منصة العلم واشتركنا كثيرا في العديد من المناقشات. هو عالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهو متميز، وصنع نموذج فريد لكلية فريدة. يعني كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق هي كلية فريدة، وأنا أشتم في هذه الكلية ما أشتم في منصة أريد. يعني منصة أريد ومن فيها كلهم يعملون كأسرة واحدة، وإحنا بنسميه مجتمع أريد وأسرة أريد، وكلهم جامعهم ورابطهم الإخلاص. أيضا في هذه الكلية اللي أنا زرتها ورحتها أكتر من مرة وشفت جنباتها وشفت تأسيسها وصنعت من لا شيء إنجاز التعبير، يعني الأستاذ الدكتور إيهاب عمل هذا النموذج الفريد لهذه الكلية الفريدة على مستوى جمهورية مصر العربية. إحنا ما فيش في مصر غير كليتين، لكن كلية علوم ذوي الإعاقة نموذج إنساني
لأنه يتعامل مع فئة فعلا تحتاج إلى هذه الإنسانية. كم الخدمات اللي يقدم في هذه الكلية بالمجان لعشرات إن لم يكن مئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم شيء مدعاة للفخر. القاعات المعدة والمجهزة لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على أعلى التجهيزات العلمية المتميزة، وكل معظمها بالجهود الذاتية وبالتواصل الشخصي وبالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني. فأنا حابب أنتهز الفرصة أولا لشكرك لحضورك معنا الأستاذ الدكتور إيهاب، وشكرا لهذا العمل لهذه الفئة اللي فعلا تستحق مننا كل رعاية وكل دعم. شكرا للأستاذ الدكتور إيهاب بداية، وأهلا بحضرتك، اتفضل. أستاذنا الجليل أستاذ الدكتور عبد الرازق، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية أنا برحب بكل السادة الحضور على المنصة الآن، منصة أريد المتميزة الرائدة المتفردة. بشكر سعادة الدكتور سيف السويدي مؤسس المنصة وأيقونة المنصة معالي الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار. يعني أنا أعجز إن أنظم كلمات زي اللي أستاذنا الدكتور بينظمها، باعتباره يعني ما شاء الله شاعر وبليغ في اللغة العربية. يعني لن أستطيع مجاراته، لكن طبعا هو يبالغ كثيرا في شخصي، هو يعني كما قال لأنه يعني يكن لي المحبة، وأسأل الله يعني سبحانه وتعالى أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني طبعا لما نيجي نتكلم على هذا العمل، أنا عايز أقول لحضراتكم إحنا أنا شفت العمل دوت هذا المعجم من أكثر من وجهة. إذا كنا هنتحدث بداية عن خدمة هذا المعجم لطلاب العلم، يعني كما تعلمون حضراتكم إحنا أحد المقررات الرئيسة اللي بندرسها للطلاب في كلية علوم ذوي الإعاقة أو الكليات المتخصصة أو أقسام التربية الخاصة في مصر والعالم العربي، أحد تلك المقررات هي قراءات باللغة الإنجليزية. المقرر دوت في مرحلة البكالوريوس بيقرر على أكثر من فرقة وبيركز على قضية المصطلحات، لأن هي دي البداية اللي المفروض الطلبة يتعلموها. لما نبتدي نخش في مرحلة الماجستير والدكتوراه، لدينا أيضا قراءات باللغة الإنجليزية، وفي الدكتوراه نفس المقرر. طبعا علشان الطالب يستطيع إن هو يقرأ بحوث أو يعني بتواجهه عديد من المصطلحات اللي ممكن ما يلاقيهاش في المعاجم العامة، فمعجم زي ده هيسهل كثيرا على الطلاب والباحثين وأعضاء التدريس الوصول لكثير من المصطلحات اللي ممكن يعني من الصعب أن يعثروا عليها، وخاصة إن هو كمان يعني عمل حاجة جديدة جدا اللي هي إنه في مقابل الكلمة باللغة الإنجليزية مقابلها باللغة الفرنسية. طبعا يعني كثير من زملائنا يعني حينما بتعثوا إلى فرنسا سواء كان للحصول على يعني درجة علمية زي الماجستير أو الدكتوراه أو مهمات علمية، وكان أصل الدراسة بتاعتهم فرنسي، إلا إنه كتير من المصطلحات طبعا يعني كانت جديدة بالنسبة لهم. فطبعا معجم زي المعجم اللي طبعا يعني أسأل الله يعني العلي القدير أن يجعله في ميزان كل من قام بهذا العمل، يعني ربنا يأجره بيه إن شاء الله رب العالمين. ده من الناحية العلمية. من ناحية أخرى إحنا كتير من الطلاب
ليس بالضرورة ان هم يواصلوا دراستهم للمرحلة الاعلى، يعني مش كل طبعا خريجين الكليات المتخصصة او غير المتخصصة ممن ينخرطون في هذا التخصص في دبلوم عام في هذه الكليات المتخصصة او غيرها، بيجدوا كثير من المصطلحات اللي بتقابلهم في عملهم بيجدوها في البحوث، بيصعب عليهم الوصول لمعناها. أعتقد إنه يعني حل المعجم ده كثير من المعضلات اللي ممكن تواجه هؤلاء الخريجين كمان في مجال عملهم. طبعا يعني أثلج صدري أستاذنا الدكتور عبد الرازق، يعني اللي بعتبره يعني نموذج للأستاذ الجامعي الفريد، وهذه شهادة يعني أمام الله، يعني إنه ما شاء الله دكتور عبد الرازق يعني بجد يعني بيبهرني في كل ما يقوم به من عمل. أسأل الله رب العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللي أنا عايز أقوله إنه معجم زي ده قدر الاستفادة منه يعني في كثير من المجالات، إنه أحيانا بعض الولاد كمان أثناء عملهم حتى في المعامل اللي بيتكلم عليها أستاذنا الدكتور عبد الرازق في كلية زي كلية علوم ذوي الإعاقة، يعني أحيانا بيجدوا حالات بيبقى اللي إحنا في اللغة العربية مش كتير بنستطيع إن إحنا نجد ضالتنا من حالات بنقابلها، فالمخرج لينا إن إحنا نبحث باللغة الإنجليزية. كثير من البحوث اللي كتير مننا في بداياتهم اشتغلوا فيها كانت في مصطلحات مبهمة بالنسبة لنا، ما كانش البحوث دي أو كانتش المصطلحات دي مطروقة في مجال البحث باللغة العربية، ولذلك كان بالنسبة لنا في أوائل يعني من حوالي 10 15 سنة ما كانش ليس بالسهل أو باليسير الحصول على مثل هذه المعاجم. طبعا يعني لذلك أنا قد إيه يعني مقدر هذا الجهد اللي بذل. فكرة إنه أنا لسه بقول ما أثلج صدري إنه لن يكون هذا العمل منتهي زي ما فهمت من أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرازق، لكنه هيصبح كمان متجدد، لأن أنا يعني اطلعت على المعجم سريعا بس لضيق الوقت، ف يعني أنا فكنت لما بقرأ يعني أقول طيب لو كنا هنا كتبنا كذا، لو كنا هنا أضيف كذا، لو كنا هنا استبدلنا يعني كلمة كذا بكذا. طبعا يعني ما فيش عمل كامل إلا يعني كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ده كمان يعني أنا حريص جدا إن أنتوا تسمحوا لي إن إحنا ككلية بمن فيها من رموز يعني متميزة يعني وعظيمة، أستاذ الدكتور عادل عبد الله، دكتور إيمان كاشف، دكتور عطية، كل الأسامي عشان ما أنساش حد من أعضاء تدريس اللي موجودين في الكلية، ممكن إن هم كمان حتى لو الشباب الصغير عندنا من المتخصصين، يعني بما إن الدراسة عندنا متخصصة قوي، ممكن إن هم كمان يعني يسهموا في هذا العمل إذا سمح لنا بهذا. زي ما قال أستاذنا يكون زكاة علم، ويسعدنا جدا ان احنا نساعد في دوت جدا، ان احنا ممكن يعني نزيد نضيف او يعني نتناقش في بعض المصطلحات اللي كتبت، لكن في المجمل بجد عمل يرفع له القبعة، جهد متميز جزاكم الله خيرا عليه، يعني بجد مفيش يعني كل كلمات الثناء لن تنفيكم حقكم. الأساتذة كانوا بيتكلموا في كلماتهم عن أعداد كبيرة موجودة في العالم العربي من ذوي الإعاقة. عايز أقول لحضراتكم إنه يعني إحنا العالم العربي الأعداد اللي موجودة فيه من ذوي الإعاقة أعداد بتفوق النسب العالمية، أولا لأنه ما كانش عندنا يعني التشخيص الدقيق إنه يكشف عن دوت، فلما ابتدى يبقى فيه تشخيصات دقيقة ابتدت الأرقام تزداد.
إذا كانت كمان الأرقام بتتحدث عن الإعاقات الظاهرة المعروفة اللي مسجلة في الجهاز المركزي للتعبئة أو الإحصاء، إلا إن كتير من الأعداد هي في الإعاقات الخفية، زي ما بنتكلم على حاجة زي صعوبات التعلم، وهي تمثل العدد الأكبر من ذوي الإعاقة في العالم كله، مش في العالم العربي بس. إحنا بنتحدث تقريبا عن ما يفوق 20 أو إلى 30% من طلاب المدارس بيعانوا من هذه الإعاقة اللي هي صعوبات التعلم، فإحنا بنتكلم عن رقم كبير. إذا كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعني بيتحدث اليوم على إنه إحنا تقريبا بنتكلم على إعاقات ظاهرة وصلت إلى 14 مليون، طبعا هذا العدد مرشح جدا للزيادة إذا أضفنا إليه الإعاقات الغير ظاهرة اللي يعني لا يعتبرها المجتمع إعاقة، زي ما قلت لحضراتكم، زي صعوبات التعلم وزي اضطرابات اللغة والتخاطب. يعني هذه الأعداد على الرغم من حجمها إلا إنه طبعا غير مضافة بالفعل للتعداد، إلى جانب طبعا ما أضافوا الأجانب يعني الأمريكان والأوروبيين وغيرهم من يعني اضطرابات أخرى، زي الاضطرابات النفسية، زي المقبلين أو اللي بيحاولوا الانتحار، زي اضطرابات الأكل، دول كلهم ابتدوا يحطوهم ضمن الأولاد ذوي فئات الإعاقة ذوي الإعاقة. طبعا يعني أنا مش حابب إن أنا أطيل على حضراتكم، لكن أنا بشكر كل شخص يعني باسمه قام على هذا العمل، بداية من مسؤولي المنصة الدكتور سيف السويدي وأستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الرازق، إلى أصغر حد كان مشارك في هذا العمل. يعني كلنا في فخورين بيكو جدا، بتمنى ليكو دايما التوفيق زي ما انتوا عودتونا في المنصة على ان كل اعمالكم متميزة ما شاء الله، كل لقاءاتكم متفردة بتضيف للمشاركين والمستمعين لمناقشتكم. يعني جزاكم الله خيرا عما تقومون به، وفعلا فعلا يعني هذه هي زكاة العلم والصحة، واعتقد انه البركة اللي ممكن تحل على إنسان يعني هي ما تقومون به. ربنا يبارك فيكم، وشاكر استماعكم وإنصاتكم، وخالص تمنياتي للجميع بالتوفيق. شكرا جزيلا. شكرا شكرا معالي البروف المحترم على هذه الكلمة العميقة والعلمية والدقيقة، يعني بخصوص التدقيق والتطوير. طبعا ده هدف الإصدار الثاني أو الطبعة الثانية إن شاء الله، وبالتأكيد يشرفنا ويسعدنا إن أيادي العلماء الأجلاء اللي موجودين في كلية علوم ذوي الإعاقة بجامعة الزقازيق تكون موجودة، وده شيء يشرفنا ويسعدنا بالتأكيد وحاضرين. وهذه بداية خير، يعني أنا أعتقد إن دي إن شاء الله هتكون بداية أعمال كثيرة مع جامعة الزقازيق، بما إن حضرتك إن شاء الله يعني بتدير الدراسات العليا والبحوث في هذه الجامعة المتميزة. ثانيا يعني إن شاء الله برضو يعني تقديرا لحضرتك والأستاذ الدكتور خالد عمران والأستاذ الدكتور خالد السويدي، إن شاء الله يكون في خطاب موجه لحضرتك عليه لينك لتحميل المعجم مجانا لكل طلاب الدراسات العليا في جامعة الزقازيق وجامعة سوهاج وجامعة الطفيلة التقنية، إهداء من منصة أريد لهذه الجامعات العريقة المتميزة لتحميل هذا المعجم بالمجان لكل طلاب الدراسات العليا في الجامعة. وإن شاء الله عقب اللقاء أن هنرسل لحضرتك الخطاب للأستاذ الدكتور خالد والأستاذ الدكتور خالد السعودي.
الحاجة التانية إن إن شاء الله يعني، وده فرصة برضو إن نزف لحضراتكم إن إحنا قريبا هنبدأ في تدشين عدة مجموعات بحثية أخرى، يمكن بالتنسيق مع الدكتور سيف إحنا أخذنا الإذن، وهنبدأ إن شاء الله في الشغل في مجموعات تحتضنها جروبات الواتس إن شاء الله. أول مجموعة دكتور إيهاب هي مجموعة بحثية عن كفايات معلم ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الميدان من الميادين أيضا اللي محتاجين نعمل فيها شغل، وأنا أعتقد الفكرة دي يعني كانت ناتجة من حوار بيني وبين الأستاذة الدكتورة سعاد جابر وكيل كلية التربية بجامعة أسوان، وهي إن شاء الله هتكون معانا في هذه المجموعة. ومن حضراتكم أي حد حابب يكون موجود معانا أو من حاضر عند حضرتك في جامعة الزقازيق في هذه المجموعة، إن شاء الله برضه هيكون عمل فريد وعمل متميز وعمل إن شاء الله لا يقل جودة وكفاءة عن معجم منصة أريد لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا هيكون معانا مجموعة بحثية أخرى عن القاموس اللغوي للأطفال، هذه مجموعة إن شاء الله سوف تدشن قريبا، واللي حابب من حضراتكم يكون عنده القدرة والكفاءة أنه يشارك فيها برضه يتواصل معايا وأهلا بيه. أيضا في مجموعة فتحت وقابلة للزيادة، يعني احنا في عندنا مجموعة فتحت لعمل دليل تدريبي للاستراتيجيات الحديثة في تعليم الأطفال، في عندنا ودي نتجت من ورشة عمل أو دورة تدريبية لمدة 5 أيام، وكان المخرج من هذه الدورة التدريبية إن احنا إن شاء الله نعمل دليل تدريبي، فهذا الدليل قابل للزيادة إن شاء الله. لو في حد من حضراتكم متخصص ومتمكن وعنده الرغبة وعنده القدرة إن هو يشارك أيضا في هذا الدليل التدريبي برضه هيكون موجود معنا. فاحنا كده معانا إن شاء الله 3 مجموعات بحثية هتطلع بمخرج لا يقل جودة وكفاءة عن هذا المعجم. أول مجموعة كفايات معلم ذوي الاحتياجات الخاصة، وده هيصب في هذا الاتجاه وفعلا الميدان محتاجه. المجموعة عن القاموس اللغوي للأطفال، ومجموعة عن دليل تدريبي لاستراتيجيات حديثة في تعليم الأطفال. أكرر شكري وتقديري لمعالي النائب الأستاذ الدكتور إيهاب أولا على حضورك وعلى تعبك وعلى مجهودك وفي ميزان حسناتك كل اللي بتقوم به. الآن مع أخي وصديقي العزيز معالي النائب الأستاذ الدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والعميد السابق لكلية التربية بجمهورية مصر العربية، والمراجع المعتمد في الهيئة القومية لضمان الجودة، والخبير الاستراتيجي في التدريب، وعضو المركز القومي للتدريب بوزارة التعليم العالي، حاجات كتير طبعا للأستاذ الدكتور خالد. ويمكن الأستاذ الدكتور خالد من الناس اللي أعطت لشؤون البيئة وخدمة المجتمع نكهة حلوة كده وحيوية. طبعا كل نواب، عشان ما حدش يزعل مننا، كل نواب البيئة وخدمة المجتمع متميزين، لكن بهذه الحيوية وهذا الشباب. وأيضا الأستاذ الدكتور خالد بأمانة من النماذج اللي أنا فخور بيها وفخور بصداقتها، وهو معانا في المنصة وشارك معانا في أكثر من ندوة دولية وأكثر من فاعلية، وحاضر دوما معانا في كل تفاصيل المنصة وشريك دائم لهذه المنصة في معظم إنتاجاتها. شكرا أستاذ دكتور خالد بداية على حضورك وعلى مشاركتك في هذا العمل العلمي. تفضل تفضل أستاذ دكتور خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في البداية أود أن أقدم خالص شكري وتقديري واعتزازي بمنصة أريد الدولية، وبأنشطة هذه المنصة الممتازة والمتميزة والرائعة والخيرية. وأنا اليوم يعني مبهور بالمنصة وبهذا العمل الرائع والمتميز اللي أخرجته المنصة، وبمجموعات العمل الأكثر تميزا اللي ذكرها زميلي وأخي وحبيبي الأستاذ الدكتور عبد الرازق. وده دليل على إنه فعلا في عمل بيتم داخل منصة أريد لوجه الله سبحانه وتعالى، وعمل كله إخلاص. فأتمنى لكل القائمين على المنصة التوفيق والسداد، ونحن دائما داعمين للمنصة. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سيف،
المؤسس الرئيسي والرئيس التنفيذي للمنصة على هذا المجهود الرائع والمتميز. وزي ما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق، أنا كان لي الشرف إن أنا شاركت مع المنصة في ندوات وفعاليات متعددة على المنصة. شكرا، كل الشكر لأخي وصديقي، وأنا شاهدت فيه مجروحة طبعا الحبيب الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار. هو بالفعل قمة وقامة علمية متميزة وأخلاقية، ورجل كله خير وكله لله. فأتمنى للدكتور عبد الرازق دايما وأبدا التوفيق والسداد، ولأنه العمل عمله خالص لوجه الله، فربنا بيوفقه دايما وأبدا. وأتمنى لي طبعا زيادة في التوفيق إن شاء الله. أقدم شكري وتقديري لكل القائمين على المنصة، والقائمين على هذا العمل المتميز ال 24 والثلاثة اللي اتكلموا عن زمايلهم، الأستاذة الدكتورة مروة والأستاذة الدكتورة أميرة وصديقي الأستاذ الدكتور إبراهيم فريج. شكرا أيضا للأستاذة صفا مقدم الاحتفالية. شكرا لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الرائع. برضي فرصة إن أنا أشكر أخي الأستاذ الدكتور إيهاب البلاوي والأستاذ الدكتور خالد عطية السعودي المتحدثين في هذه الاحتفالية. كل الشكر والتقدير للجميع، والكلمة بتاعتي هحاول تبقى على شقين. شق هناخد فكرة عن الاهتمام بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سواء في مصر أو في الوطن العربي أو على مستوى العالم، وتطور الاهتمام بيهم. والشق الآخر هيكون عن المعجم وأهميته وفائدة هذا المعجم على في الساحة التربوية أو في الساحة العلمية عموما. بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا هو كل فرد لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في نفس السن، سواء كان في البيئة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الطبية. وتلك الأدوار والمهام قد تكون في مجال التعليم، في قصور في التعليم، أو حتى في اللعب، أو في التكوين المهني بتاعه أو العلمي، أو حتى في العلاقات العائلية وغيره. أي قصور في جانب من هذه الجوانب يصنف تبع الاحتياجات الخاصة. مش كده وبس، ده المصطلح الاحتياجات الخاصة أوسع شوية من كده، لأنه برضه بيضم الأفراد المتفوقين والموهوبين والمبدعين والعباقرة كمان يدخلوا معانا في فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، بس بنسميها ذوي الاحتياجات الخاصة الإيجابية. فذوي الاحتياجات الخاصة هو أي فرد بينحرف أو ينحرفون عن المتوسط العام في القدرات، سواء كانت حسية أو عقلية أو بالقدر الذي يحول دون تعاملهم بالشكل العادي أو كالفرد العادي. سواء كان الانحراف عن المتوسط العام بالايجاب او بالسلب نقدر نصنفهم بذوي الاحتياجات الخاصه. وبالفعل القاموس او المعجم تناول هذه المصطلحات سواء كانت الايجابيه او كانت السلبيه. الافراد ذوي الاحتياجات الخاصه ممكن يكون، لو خدنا الشق ذوي الاحتياجات الخاصه من الناحيه السلبيه، ممكن تبقى عنده اعاقه او اكثر من الاعاقات اللي هذكرها، لانه ارضا زي ما احنا حضراتكم عارفين انه ممكن تبقى شخص ما عنده اعاقه مركبه، يعني تبقى عنده إعاقة سمعية ومعها بصرية، أو حركية ومعها سمعية وهكذا. ممكن يجمع بين إعاقة أو أكثر من الإعاقات زي الإعاقة البصرية بمستوياتها المختلفة، أو الإعاقة السمعية أو الكلامية أو اللغوية بمستوياتها المختلفة، أو الإعاقة الذهنية برضه بمستوياتها المختلفة، ودي يمكن أشد الإعاقات، أو الإعاقة البدنية والحالات الصحية الخاصة. ممكن يكون تأخر دراسي وبطء في التعلم، لصعوبات التعلم الأكاديمية والنمائية، الاضطرابات السلوكية والانفعالية، الإعاقة الاجتماعية والثقافية، وأيضا في نمط اللي هو نمط التوحد يصنف تبع أو طبقا تبع الإعاقات. طب الاهتمام الدولي بذوي الاحتياجات الخاصة بدأ من إمتى وتطور إزاي؟ في واحد في سنة 1971 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة العقلية، كان الاهتمام في البداية بذوي الاحتياجات الخاصة العقلية، ودعت من خلاله إلى العمل على الصعيدين القومي والدولي إلى حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. في سنة 1981 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ميثاق الحقوق الإنسانية لمن يعانون من إعاقات، والذي يقضي بأن لهم الحق، لهم الحق، أكد عليها، لهم الحق في المشاركة والمساواة في المعاملة. ويعتبر هذا الميثاق اعترافاً عالمياً بحق المعاقين في المشاركة الكاملة في كافة أنشطة المجتمع الذي ينتمون إليه. مع اعتبار الفترة من 1983 لغاية 1992
هو عقد الامم المتحده لذوي الاحتياجات الخاصه. في ديسمبر 1991 اعلنت الامم المتحده مبادئ حقوق الاشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العنايه بالصحه العقليه، وطالبت فيه بمعامله جميع الاشخاص المصابين بمرض عقلي معامله انسانيه مع احترام ما للانسان من كرامه اصيله. في سنه 1993 صدرت القواعد الاساسيه لحقوق الاشخاص المعاقين من الجمعيه العامه للامم المتحده، تاكيدا على ضروره اتاحه فرص التعليم لذوي الاحتياجات الخاصه في التعليم النظامي. في فبراير 1996 نشرت منظمه اليونسكو وثيقه بعنوان التشريعات المتصله بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصه، وابرزت فيها جهود 52 دوله على مستوى العالم بشان دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه من التلاميذ المعاقين في التعليم النظامي. وقد حددت الوثيقه طبيعه التشريع الذي اصدرته الدوله والجهه المسؤوله عن التنفيذ واسلوب التقييم لمن يعانون من اعاقات والمرحله السنيه التي يشملها التشريع واسلوب الدمج من كونه كليا او جزئيا، بالاضافه الى مصادر التمويل لتنفيذ السياسه وتعديل المناهج والتاهيل المهني ومسؤوليه اعداد معلم التربيه الخاصه. وحاليا طبعا في معظم مدارسنا على مستوى الوطن العربي بنتبع سياسه الدمج في المدارس، سواء كان في المدارس الابتدائيه او الاعداديه او حتى الثانويه. العالم كله بيحتفل بيوم اللي هو الثالث من ديسمبر من كل عام بنسميه اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، وعندنا في الجامعه في سوهاج بنحتفل بهذا اليوم سنويا في الثالث من ديسمبر من كل عام. وده طبعا يهدف اليوم ده بدأ فيه الأمم المتحدة بالاحتفال به في عام 1993، ويهدف إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم. المؤتمرات كثيرة في هذا المجال، تعددت المؤتمرات العالمية والإقليمية اللي ركزت على حقوق المعاقين في التعليم. وبرضه في وثائق كثيرة، منها وثيقة مؤتمر اليونسكو الإقليمي، كلها تمت بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة. وكمان نص مشروع العقد العربي للمعوقين في 2004 على في محاوله على العمل على حصول الطفل المعاق على كافة الحقوق والخدمات بالتساوي مع أقرانه من الأطفال، وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تنفيذ ذلك. وفي مجال التعليم نص مشروع العقد على ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص المعوقين منذ الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية، وفي مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على الاندماج أو التحصيل المناسب في المؤسسات العامة. فده يعني تطور تاريخي بسيط أو سريع على الاهتمام بالفئة اللي احنا بصدد تدشين معجم ليها، هي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. في برضه من الاتجاهات الحديثة للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة زيادة الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، الابتعاد عن التسميات المثقلة بأحكام سلبية تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه ممكن يكون لها مردود نفسي سيء على هذه الفئة، زيادة مسؤولية ودور المجتمع في الحد من الإعاقة والتعامل معها، زيادة المحاولات الجادة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والمعجم ده يعتبر محاولة من المحاولات الجادة لتغطية هذه الجزئية، تقدير وتشجيع دور الأسرة في تحقيق عمليات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، استخدام التكنولوجيا لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الاتجاهات الحديثة اللي موجودة على الساحة للاهتمام بهذه الفئة. طيب في مصر الاهتمام ب لو خدنا مصر على سبيل المثال كدولة من الدول العربية واهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة، زي ما قلنا احنا في الجامعات بنحتفل سنويا الثالث من ديسمبر في اليوم العالمي، وايضا على مستوى الدوله القياده السياسيه بتحتفل بهذا اليوم. فعلى سبيل المثال مثلا في الاحتفال الاخير فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدوله او رئيس جمهوريه مصر العربيه اكد على مجموعه من الحقائق، لما كان لي لقاء مع هؤلاء الاطفال في مؤتمر دولي عالمي اتكلم، قال الحقيقه الاولى ان الشخص ذوي الاحتياجات الخاصه لا يقل ابدا عن الشخص العادي فيما يتعلق بالحقوق التي له على المجتمع والدوله، وبالتالي فان توجيه العنايه لهم وتوفير التدريب والتاهيل الملائمين من شانه
أن يحول هؤلاء الأبناء إلى طاقة جبارة يستفيد منها المجتمع كعناصر فعالة في خطط التنمية. الحقيقة الثانية أن الاهتمام بهؤلاء الأبناء دي مهمة جدا، ليس تفضلا عليهم من أحد، بل هو حق لهم كفله الدستور الذي ضمن العديد من المواد المتعلقة بضمان حقوقهم، بما في ذلك تمثيلهم في الانتخابات المحلية والبرلمانية بما يناسب قدرتهم. أما الحقيقة الثالثة فاهتمت بالإعاقة قضية مجتمعية، مش قضية فردية ولا شخصية ولا تخص الدولة أو الدول فقط، لا هي قضية مجتمعية، وهو ما يستلزم تضافر الجهود من الجميع لمواجهتها. وفي هذا الصدد فإن من يتصور أن الحكومة وحدها هي المسؤولة عن الأمر هو مخطئ، بل لابد من مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام، إذ أن المشاركة المجتمعية أصبحت على حد قول رئيس ضرورة قصوى. وبرضه المعجم اللي احنا بصدده اليوم يعتبر مشاركة مجتمعية للحكومات. في هذا السياق برضه فإن المشاركة لا تكون بالمال فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تشكيل ثقافة شاملة يؤمن بها الجميع، وليس خافيا أن استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 تضمنت الحق في التعليم للجميع على أرض هذه الدولة، ومن بينهم طبعا أطفال الدمج ذو الاحتياجات الخاصة. ولا يقتصر الأمر على خدمة التعليم فحسب، بل وفي الخدمات الصحية أيضا. ومن هنا تضمنت الاستراتيجية القومية لوزارة الصحة خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة لمعالجتها بسرعة، مش التعليم بس، لا ده كل أجهزة الدولة لابد لها من الاهتمام بهذه الفئة. طيب الحقيقة الرابعة أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة يشمل ضرورة تشغيلهم، وكان لافتا إشارة الرئيس إلى أنه تم أخيرا توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة. ومعلوم أن القوانين في مصر تتضمن ضرورة توجيه نسبة من الوظائف لهؤلاء الأبناء في مؤسسات الدولة المختلفة بما يتوافق مع إمكانياتهم. تبقى الإشارة إلى أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في أنشطة التنمية وتمكينهم يعد تطورا حضاريا بالأساس. والدول العربية ليست أقل من المجتمعات الأخرى التي أولت اهتمام بهذه الفئة باعتبارها جزءا أصيلا من مكونات الشعب لا يمكن إهماله. وطبعا برضه المعجم يعتبر نمط من أنماط الاهتمام بهذه الفئة. وطبعا هنا دائما ما نشاهد أو نسمع في حياتنا اليومية، كل يوم كلنا بنسمع عن أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة رفضوا الاستسلام للإعاقة وتخطوا العجز وتحدوا الصعوبات ليصلوا إلى أهدافهم ويحققوا إنجازات يعجز عنها حتى الأشخاص الذين يتمتعون بأكبر القدرات. ومن هؤلاء المبدعين الكثير موجودين في الساحة سواء على في مصر أو في الوطن العربي أو حتى على مستوى العالم، نماذج مشرفة ونماذج ناجحة جدا. من كل ما سبق يأتي المعجم اللي احنا بصدده اليوم، هو يعتبر استجابة للاهتمام برعاية واهتمام ذوي الاحتياجات الخاصة، منصة أريد من المنصات زي ما قلت في بداية الكلمة المتميزة، واللي بتهتم بكل المجالات. وكنا تعمل معجم منصة أريد الدولية في المصطلحات التربوية النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، فده شيء مميز جدا. النموذج ده يعتبر نقطة انطلاق وشرارة مضيئة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بهم. المعجم ده يضم العديد من المصطلحات زي ما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الرازق، إنه حوالي 1600 مصطلح في المصطلحات التربوية والنفسية، ومنها مصطلحات قديمها وحديثها كله موجود داخل النموذج. من مزايا النموذج أيضا زي ما ذكروا الزملاء السابقين لحديثي إنه النموذج المعجم قدم بثلاث لغات، دي نقطة متميزة جدا، اللغة العربية ومعاها كمان اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، ودي نقطة طبعا مضيئة جدا في النموذج في المجال التربوي. النموذج شمل العديد من المصطلحات زي ما قلت من شوية، ما يزيد عن 1600 مصطلح، ودي طبعا من المعاجم النادرة اللي ممكن تشمل أو تضم هذا العدد أو الكم الهائل من المصطلحات. المعجم يعتبر طفرة كبيرة جدا ومتميزة وسبق في مجال المصطلحات التربوية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة. في نهاية كلمتي أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري واعتزازي وفخري للمشاركين والمشتركين في إعداد هذا المعجم ومراجعته. زي ما قلنا عددهم وصل 24 أو يزيد، والمجموعات سواء كانت المجموعات الكبيرة أو المجموعات الصغيرة اللي اتكلموا عنها الزملاء، فكل الشكر والتقدير
لهذه الفئه المتميزه. وزي ما قال الدكتور عبد الرازق، ده هو مش تخصص واحد بس، ده كمان اكثر من تخصص، وده بيضفي التكامل على المعجم. لما يكون عندي متخصصين في اللغه العربيه وادابها، متخصصين في المناهج وطرق التدريس، متخصصين في فقه اللغه، في البرمجه اللغويه والعصبيه، في اللغه الانجليزيه، في اللغه الفرنسيه، سواء كانت اللغه الاكاديميه او في مناهج وتدريس هذه اللغات تربويا، فكلها تعدد تخصصات يضيف بعد التكامل على المعجم اللي بين ايدينا. وكمان تعدد الدول اللي شاركت او الافراد اللي شاركوا من الدول العربيه المختلفه، من مصر والسعوديه والعراق والمغرب والجزائر وغيرها من الدول، فده برضو يضيف بعد اخر، هو بعد التكامل ايضا في الوطن الواحد او المجتمع الواحد. كل الشكر والتقدير لهذا المجهود الرائع. وفي نهايه كلماتي، اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وان يجعله في ميزان حسنات القائمين عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا معالي النائب المحترم أخي العزيز الأستاذ الدكتور خالد على هذا التطواف وهذا الغوص في تفاصيل وأهمية هذه الفئة في المجتمع، وعلى التطواف أيضا والغوص في تفاصيل المعجم. شكرا لحضرتك على وقتك وعلى مجهودك، وأسأل الله عز وجل أن يسجل هذا أيضا في ميزان الحسنات. شكرا لحضرتك مرة أخرى على حضورك وتعبك ومجهودك. والآن مسك الختام مع أخي وصديقي المحترم والمتميز الأستاذ الدكتور خالد السعودي. الأستاذ دكتور خالد السعودي عميد كلية الطفيلة التقنية السابق بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا هو خبير بمركز تطوير المناهج، وهو أيضا من العناصر المتميزة في منصة أريد، وهو عضو الهيئة الاستشارية العليا لأكثر من مرة. شارك معنا بأمانة الأستاذ الدكتور خالد، يعني ما قصدته يوما في فاعلية أو حتى ترشيح أحد لفاعلية إلا وكان نموذج متميز وحاضر واختيار لقامات متميزة أيضا تشارك معنا. ولا أزيع سرا، يعني هو الأستاذ الدكتور خالد يمر بوعكة صحية، وللتو ربما حاليا هو في فترة النقاهة، وعلى الرغم من ذلك يعني لما قصدته أبدا لم يتأخر. فشكرا للأستاذ دكتور خالد أولا على تعبك وعلى مجهودك وعلى ما تقدم وتعطي في المنصة من جهد وتعب، ونستمتع. يعني مسك الختام الأستاذ دكتور خالد، ستجدون عذوبة في الصوت ورقة في الأسلوب وجزالة في التعابير. فخور بالتعاون مع حضرتك وسعيد بمشاركة حضرتك في هذه الاحتفالية. تفضل معالي الأستاذ الدكتور خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل التحية والإكرام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء أشكر منصة أريد الدولية ممثلة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي وهيئاتها وأعضائها الكرام، وأشكر مدير احتفالية إطلاق معجم منصة أريد الدولية ورئيس فريق العمل على دعوته لي بالمشاركة للحديث في هذا اللقاء، والذي جمعني بأساتذة كبار، حقيقة هم كبار ومن العيار الثقيل. وأود أن أشكر السادة الحضور الذين يزهو بهم هذا اللقاء حقيقة. في حضرة العمل الدؤوب لا صوت أبلغ من صوت الإنجاز، لا شيء يضاهي لذة الإنجاز، تلك اللحظة التي نقطف فيها ثمار الجهد، تلك اللحظة التي ننسى فيها كل تعب بذلناه في سبيل الوصول إليها. لا أخفيكم أنه كان حملا ثقيلا على عاتقي ذلك اليوم الذي كلفني فيه سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق بالحديث عن المعجم، لأن أصعب اللحظات على المرء هي تلك التي تعجز فيها الحروف عن وصف ما بداخله من مشاعر. حاولت أن أنظر إلى هذا العمل
من زوايا عديدة، ربما سأعرج مختصرا في هذه الكلمة ومقتصرا على بعض الزوايا. أعرضها في 7 رسائل قصيرة. أولا، حقيقة رأيت أن هذا العمل أو أن هذا الإنجاز تميز بأن الذي قام على إعداده وتولى رعايته مؤسسة علمية مرموقة، وهذه الميزة أخرجت العمل من الفردية وما فيها من ادعاء السبق والريادة والارتجالية إلى التعاونية والروح الجماعية. ومنصة أريد الدولية إذ تقدم هذا العمل فإنها تمضي قدما في إنتاج مشاريع حقيقية نابعة عن دراسة معمقة للاحتياجات العلمية. وإذا كان العبور يحتاج إلى زورق، فالجهات الداعمة لهذا المعجم هم زراع المعروف والزورق الذي أعاد اخضرار هذا الحقل المعرفي في المجال المعجمي. لقد جاء هذا المعجم برعاية جامعات ومنصات ومحافل ووقفيات وأكاديميات وبوابات معرفية. إذن هو عمل مؤسسي منظم وممنهج مبني على خطة مدروسة ورؤية واضحة. فالعمل المؤسسي هو حقيقة عنوان هذه المرحلة. الرسالة الثانية، أعتقد أن المكتبة العربية التربوية كانت متعطشة لمعجم موسوعي متخصص في المصطلحات التربوية والنفسية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. فتبرز أهمية هذا المعجم من أهمية الفئة التي تناولها، وهذه الفئة من الناس ذوي الاحتياجات الخاصة يستحقون منا كل الدعم والمؤازرة والمساندة والمساعدة، وهم أصحاب الهمم. وقد قدم هؤلاء إبداعات تقهر الإعاقة وتعلو القمم، وأثبتوا حضورهم الفاعل والبارز في المجتمع وسط ظلام العينين وانسداد الأذنين وتعطل الأطراف والقدمين. إن اهتمام منصة أريد بهذه الفئة يؤكد سمو هذه المنصة وإنسانيتها، ولهذا فقد خصصت وسام التحدي لهذه الفئة في سياق إذكاء روح التنافس بينهم وتحفيزهم على تخطي المعيقات والصعوبات التي تعترض مسيرتهم، احتضانا منها للإبداع وتشجيعا منها نحو التقدم للأمام ودعما لمهاراتهم واهتماما بمواهبهم وتمكينا لهم في العطاء. هذا المعجم هو تعبير حقيقي عن هذا التمكين والاحتضان والدمج. على أن حديثي هذا لا يقتصر على ذوي الإعاقة الجسدية أو العقلية، إن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة كما تعلمون أيتها السادات أيها السادة ال 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 يضم هذا المفهوم المتفوقين والمبدعين والموهوبين. فهؤلاء قدموا للبشرية إبداعات يتصغر المرء أمام دهشتها وعظمتها. وما الطائرة والكهرباء والحاسوب والتكنولوجيا عنا ببعيدة، وإذا كنا ألفنا تلك المخترعات والمنجزات علينا أن ننظر إليها بعين أخرى، غير عين الألفة، حتى لا نقع في العتاب الذي عاتب الله به قريشا عندما ألفت النعمة. فقال تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الرسالة الثالثة، إن الذهاب إلى هذه المساحة، مساحة المعجمية تحديدا، أمر في غاية الأهمية والضرورة. ذلك أن علم المصطلح علم متطور ولا يقف جامدا عند زمن معين. فالمصطلح مفتاح العلوم وأداته الرئيسة وأبجدية المعارف وعماد قوامها. المصطلح هو الذي يميز علما عن آخر، فلكل علم من العلوم جهازه المصطلحي الخاص به، ولا يتصور قيام علم من غير مصطلحات تخصه ويتميز بها متعاطوه. فأهمية هذا المعجم تنبع من أهمية المصطلح نفسه، فهو يمثل الوعاء الذي تطرح من خلاله الأفكار.
فإذا ما اضطرب ضبط الوعاء أو اختلت دلالته التعبيرية أو تميعت معطياته، اختل البناء الفكري ذاته واهتزت قيمته في الأذهان. فضبط المفاهيم والمصطلحات ليس من قبيل الإجراء الشكلي أو التبادل المصطنع، بقدر ما هو عملية تمس صلب المضمون وتتعدى أبعادها إلى نتائج منهجية وعلمية. الرسالة الرابعة، هذا المعجم يقدم تحديدات دقيقة لما تعنيه ألفاظ المشتغلين بحقل التربية الخاصة، حيث يشكل مرجعية موحدة في التعامل مع المفاهيم والمصطلحات ويجنبهم فوضى المصطلح. ولعل المصطلحات التربوية لم تسلم من هذا الاضطراب والفوضى، وذلك لأنها أخذت تصوراتها من حقول معرفية متباينة وخلفيات فلسفية متعددة. لا أخفيكم أنني أعاني كأستاذ جامعي من أن مصطلحات التربية ومفاهيمها أصبحت زائغا معرفيا، حتى غدا في مؤسساتنا التعلم هو التعليم، والاستراتيجية هي الطريقة، والمنهاج هو الكتاب، والحضارة هي الثقافة، والمواطنة هي الهوية، والعلم هو المعرفة، والهدف هو النتاج، والوسيلة هي الأسلوب، وهكذا. وباتت المصطلحات في فضاء من الانفلات، ولم يعد الأساتذة قادرين على مواجهة البلبلة المصطلحية، ولم يعد الطالب قادر على تقليب المصطلح على ظهره أو بطنه حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كل هذا أدى إلى التعامل الساذج العشوائي مع المصطلح التربوي، وأسهم في تشفير بل تلغيز الخطاب التربوي، وأصبحت المفاهيم والمصطلحات تشكل عقبة كؤود في وجه الباحث والدارس. ربما أعزو بعضا من هذه الفوضى التي صاحبت الاستعمال العربي للمصطلح التربوي هو حداثة المجال التربوي بشكل عام، وحداثة بعض علومه بشكل خاص. وهذا يقودنا إلى سؤال جوهري وأساسي، وهو هل نحن بحاجة لمعجم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة؟ الجواب نعم، وهو ما حدث، فقد فصلت التعريفات في هذا المعجم على قدود المفاهيم والمصطلحات دون زيادة مملة أو نقص مخل. فبعض المعاجم تخلط بين الشرح والتفسير والتعريف، باتت قاصرة عن الإدلاء بالتعبير اللغوي المناسب والدقيق للمصطلح الغربي، حتى شاعت بين أيدي الباحثين والأساتذة عدد من الترجمات لمصطلح واحد، فكل يغني على ليلى، وكل باحث يأخذ بالترجمة التي تناسب ذوقه، أو قل تناسب منهجه، أو قل تناسب فهمه وإدراكه. هنا في هذا المعجم تم تقديم تعريف محدد ودقيق وشامل لكل مصطلح، بما يعطي للقارئ فكرة واضحة، فلا مجال للتداخل أو الاشتباك أو الإشكال أو اللبس أو الانقطاع أو الانفصال. وكل هذا ساعد على ضبط كثير من المصطلحات العامة والمعربة منها خاصة بالشكل، حرصا على صحة نطقه ودقة أدائه. كما أسندت كل مفردة بعكاز من اللغة الأجنبية وآخر من اللغة الفرنسية، حرصا على عمومية المفهوم وعبوره الحضاري. هذا هو الـ أسهم كل هذا بتشكيل بلورة رؤية مصطلحية عربية أصيلة في هذا المجال. الرسالة الخامسة، إن المصطلحات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة ليست جزيرة منفصلة عن التربية وعلم النفس، لذلك اتسم هذا المعجم شمول. هناك مصطلحات تربوية ترد في المعجم تتقاطع مع حقل المناهج والتدريس والإدارة والأصول وعلم النفس والإرشاد، وكذلك مع علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية. وهذا من شأن أن يوسع دائرة الفئات المستفيدة من هذا المعجم، حيث يفيد الباحث في حقول العلوم التربوية بحثا وتأليفا، كما يفيد الأساتذة ويزود الدارسين بمصطلحات محددة الدلالة في أثناء الحوارات والمناقشات الصفية والعلمية، كما يفيد العاملين في مراكز التربية الخاصة على اختلاف
أسمائها وأشكالها ومستوياتها، لا سيما وأنه سهل الاستخدام حيث تم ترتيب المعجم حسب الحروف الهجائية والألفباء. سادساً، أعتقد أن التحدي والتصدي لإنتاج مرجع كبير ليس أمراً سهلاً، فهذا النوع من التأليف يتطلب معرفة واسعة ومهارات دقيقة وقيما عميقة. أما المعرفة الواسعة فإن المعجم يمثل موسوعة معرفية ضخمة لا تبقي ولا تذر، فقد حوى هذا المعجم على أكثر من 1600 مفردة، وهو يشي بالاستقصاء الواسع والكبير في هذا الحقل. أما المهارات الدقيقة فإن المعجم يتطلب العودة إلى أمهات الكتب في هذا المجال من جمع وتصنيف وترجمة وتعريب واختصار وموائمة ثقافية واجتماعية. أما القيم العميقة فإن المعجم يتطلب الأناة والحلم والمثابرة والصبر والمصابرة والرباط على ثغور المعرفة والإخلاص والكفاح من أجل الدقة، وهذا ما حدث فعلا. أما الرسالة السابعة والأخيرة فلا أخفيكم أنه تلح علي من آن لآخر مقولة العقول الكبيرة تنشغل بالأفكار، والعقول المتوسطة تنشغل بالأحداث، والعقول الصغيرة تنشغل بالأشخاص. فأنهمك في تخمين عدد العقول الصغيرة في الوطن العربي، ثم يغلبني النوم فأنام. لكنني ذات يوم استيقظت مسرورا بوجود هذه الكوكبة من العقول الكبيرة، الأساتذة الكبار الذين شاركوا في إعداد هذا العمل من كل حدب وصوب من جميع الأقطار العربية. ما يميز هذا العمل الفريق البحثي الذي قام على إعداده، وهم كوكبة من العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء والباحثين الخبراء، هم الضمير المتصل في هذا الجهد، ثم أنهم هم ضمير الشأن الذي ترفع له القبعات. وددت لو أنني أنفرد بتحيتهم فردا فردا وذاتا ذاتا، حبا واحتراما إجلالا وتقديرا، غير أنني لا أرى سوى أوطانهم التي انتظمت كحبات العقد، وأنتم الخيط الذهبي الذي يشد تلك الدرر، وأنتم حينئذ رسل المعرفة. حيا الله من في المعجم حلوا، لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. في أعضاء هذا الفريق كرام ما يشبه الورد من عطر وندرة ورقة ونمو وعطاء وشفاء وقبول وألفة. وليسمح لي أستاذنا الحبيب الدكتور عبد الرازق مختار رئيس هذا الفريق، وأنا السمكة التي تغرق في حضرة بحره، أن أخصه بشكر رغم عدم رغبته في الإطراء، إلا أنني سأقول تكريسا لقيم الامتنان التي غابت أو كادت، عاطر التحايا ممزوجة بفيض الاحترام لذلك الذي لا يفتأ في كل حين يستودع المنصة والجامعة والبحث والتأليف والتربية والتعليم والطلبة همومه المتصاعدة وأثقال روحه. سيدي، لقد كتمت الحب تكريما له، وفي لحظة باحت به الأطيار. قبل الختام، لقد استرسلت في الحديث وأطلت الشرح وكررت العبارات، ولكن بقي الشعور مختلفا تماما عن الكلمات. بقيت الكلمات في حيرة من أمرها، عاجز عن الشكر والتقدير وفيض المشاعر. شكرا لكم جميعا على حضور هذه الاحتفالية التي غدت أمسية بنكهة الحب الذي لا تنتهي صلاحيته. بكم يزهو هذا الفضاء وتكتمل الرواية، وهكذا تمر الريح أغنية طليعة، وعلى فمي تضع الحروف صغارها وتغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كما كل الحضور لا أريد أن تنتهي هذه الكلمات يا دكتور خالد. أنا كما قلت لكم، عذوبة في الصوت ورقة في الأسلوب وجزالة في التعابير. شكرا شكرا للأستاذ دكتور خالد على هذا
العرض الراقي كرقي شخصكم الكريم، وعلى هذه الكلمات العميقة الجزلة. هي سهلة في العرض ولكنها عميقة في المعاني، وتلك هي البلاغة. شكرا للأستاذ دكتور خالد على وقتك وعلى جهدك وعلى تعبك وعلى يعني مجهودك على الرغم من إرهاقك، لكن في ميزان حسناتك، ونسأل الله عز وجل القبول لنا ولكم جميعا إن شاء الله. شكرا لحضراتكم. الآن أعطي الكلمة للأستاذة صفا، تتولى إدارة المداخلات، ونسعد بمداخلات حضراتكم جميعا إن شاء الله. إحنا إن شاء الله لا ننفض إلا لما ننتهي من كل الكلمات، ولكن رجاء الكلمات تكون مختصرة إن شاء الله. تفضلي يا أستاذ صفا. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا العمل الإبداعي من العلماء والخبراء، ونبارك لكم وللجميع ولسعادة الدكتور سيف السويدي المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة أريد الدولية على هذا العمل الرائع، وجزاكم الله كل خير وتقبل منكم صالح الأعمال، ومن إبداع إلى إبداع وتميز دائم بعون الله تعالى. ولكم جزيل الشكر والتقدير سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار على حسن وتميز الأداء في إدارة فريق العمل لإنجاز هذا المعجم الرائع، وعلى حسن إدارة هذه الاحتفالية فلكم كل الشكر والتقدير. والآن ننتقل معكم حضورنا الكرام لفقرة المداخلات والمشاركات لحضراتكم. يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم الصلاحية مع الالتزام بدقيقة رجاء لإكمال هذه الاحتفالية. تفضلي دكتورة رجاء، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ستكون السلام. كلمتي إن شاء الله موجزة ومختصرة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم وعلم نوابغ الكلم وجعل الأمثال والحكم أحسن آداب الأمم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد كلمة البيان المنسجمة، وموسى الكليم وعيسى الكلمة. الحضور الكريم، سعادة الأستاذ الدكتور الفاضل سيف سويدي راعي هذه المنصة الرائدة، والأستاذ الدكتور عبد الرازق المختار الذي فجاء المعجم متألقا شامخا يعبر عن حب ممتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة وإلينا، وهو حب مستمر وسيستمر بإذن الله بمزيد من العطاءات مستقبلا إن شاء الله. تحية عربية فكرية شامخة لكما ولجميع الباحثات الفضليات والباحثين الأفاضل، كل باسمه ومكانته ورتبته. أنتهز هذه الفرصة لأقدم تحية شكر وامتنان للجميع، تحية تتخللها عبارات التشريف والتكريم بكم وبهذا المعجم الرائع. لا أخفيكم، سررت جدا بالتواجد معكم، وتشرفت أكثر بالانضمام إلى هذه المنصة الرائدة وإلى هذه المجموعة والكوكبة الرائعة التي تتميز بكفاءات ذي مهارات عالية جدا، والتي تفوقت على نفسها وعلى التزاماتها وعلى كل التحديات والصعوبات، فأنجزت معجزا متكاملا سيزداد ألقا إن شاء الله بتلك الإضافات التي ستكون في الطبعة الثانية. باقات شكر لكم جميعا، وباقات تقدير لشخصكم العلمي المتألق المحب للعلم والمعرفة والبحث. طبتم جميعا ودمتم بألق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك دكتورة رجاء على هذه المداخلة. تفضلي سعادة البروف رشا، عفوا دكتورة رندا، سعادة البروف رندا. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي سعادة البروف. مع حضراتكم أستاذ دكتور رندا الدين من جامعة طنطا، بقول مبروك من هني أنفسنا على الاحتفالية النهاردة وعلى المعجم، أكثر من رائع ما شاء الله. أحب أنوه كما قال
زملاء من قبلي ذوي الاحتياجات الخاصة ليست قاصرة على اللي عندهم إعاقة بس، لا ده كمان على الموهوبين، بحيث إن هم بيحتاجوا رعاية أكبر. فبشكر حضراتكم إن أنتوا اهتميتوا بالفئة دي، سواء اللي هم عندهم مشاكل وعندهم إعاقة أو سواء الموهوبين. وأسعد إن أنا أنضم للطبعة التانية بإذن الله تعالى، وتحت أمركم في أي خدمة. بشكر طبعا الدينامو المعجم دكتور سيف السويدي والدكتور عبد الرازق، بجد ما شاء الله هما الاثنين دينامو لمنصة أريد، مع طبعا أستاذ عدنان وأستاذة مروة وأستاذة، أنا مش عايزة أنسى حد، بس مها بشكر حضراتكم على الدعم إن أنتوا بتاخدوا بإيدينا، إن أنتوا بتساعدوا كل باحث جديد بينضم لمنصة أريد، وإن شاء الله دايما في تميز وتفرد. وأتمنى لحضراتكم المزيد من النجاح، وكل سنة وحضراتكم طيبين، ومليون مبروك. شكرا. شكرا جزيلا لك سعادة البروف رندا، بارك الله فيك. نعم شكرا. ومبارك لكم أيضا. تفضلي دكتورة رشا. دكتورة رشا تفضلي، بإمكانك فتح المايك. دكتورة رشا عادل تفضلي، مداخلة أخرى. أستاذ عبد الرقيب بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كمختص في التربية الخاصة منذ 2003 إلى اليوم، يعني يمكن أن أزعم بأني أمثل كل من يعمل في التربية الخاصة، كم نعاني كمصممين برامج في موضوع المصطلحات. وهذا الإنجاز يعني لا أستطيع أن أصف مقدار الفرحة عند كل عامل بالذات يعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعاناة التي نواجهها في إطار تصميم البرامج والمصطلحات. ففعلا إنجاز علمي مثل ما كانت الإنجازات السابقة التي توالت بقيادة الأستاذ سيف السويدي، الدكتور سيف السويدي، وكل الكوكب الإخوة جميعا. يعني لا أستطيع أن أقف وأسرد جميع الأسماء، حفظكم الله جميعا. فإن شاء الله نكون في الطبعة الثانية، و يستمر الإنجاز والإبداع لمنصة أريد، وخالص الشكر والتحية للجميع. شكرا جزيلا لك دكتور، بارك الله فيك على هذه المداخلة الرائعة. تفضلي دكتورة جهاد، تفضلي بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتورة جهاد، محاضر بأكاديمية آفاق التابعة لجامعة الجامعة الدولية بالإمارات العربية المفتوحة، تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية. مبارك مبارك لمنصة أريد على هذا الإنجاز العلمي المميز الفريد من نوعه. أكاد أجزم بنسبة كبيرة جدا إن هذا المعجم سيسد ثغرات تلمسها في الفترة الأخيرة، خاصة عندما بدأت الاهتمام بمجال التربية الخاصة والنظر في معظم وأغلب الكتب والبحوث والدراسات السابقة. معظم المصطلحات اللي بيتم استخدامها تكاد تكون مصطلحات خاصة بأصحابها، مأخوذة من رسائل علمية أو تم تعريفها من قبل المنظمات اللي اهتمت بذوي الإعاقات المختلفة، سواء السمعية، العقلية، فئة الموهوبين، جميع الفئات اللي بتندرج تحت التربية الخاصة. فالمعجم إن شاء الله سيستفاد منه جميع المتخصصين في المجال. فعلا المعجم حقق فايدة البحث العلمي إن هو بيسد عورات الكتب اللي موجودة ولا تغني ولا تسمن من جوع. هيفيد كل متخصص هيقدر إن هو فعلا يوظف
المصطلح بشكل دقيق ومميز. شكرا لأستاذنا الدكتور عبد الرازق، وشكرا لمنصة أريد على هذا العمل الفريد المتميز، جعله الله في ميزان حسناتكم جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور جهاد على هذه المداخلة، بارك الله فيك. أستاذ أحمد عبد الوهاب، تفضل، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معكم دكتور أحمد عبد الوهاب، دكتوراه مناهج وطرق تدريس اللغة العربية جمهورية مصر العربية. أهلا طبعا فرصة سعيدة جدا يعني أن يظهر هذا المعجم الحقيقة بعد طول الانتظار. أنا طبعا يعني أستغل هذه المناسبة وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للفريق الكبير من مختلف الأقطار العربية، وعلى رأسهم طبعا أستاذنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار. الحقيقة عمل يستحق أن نشكرهم عليه ولا يأجرهم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما عهدناه من يعني منصة أريد وعلمائها الأفاضل الأجلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وألا يحرمنا من جهدهم أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور على هذه المداخلة. معنا مداخلة أخرى، أستاذة نيرمين، تفضلي، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أنا بشكركم بجد على الاستفادة من المحاضرة النهاردة، وبشكركم على المعجم الخاص بذوي الهمم. طبعا أنا ماجستير ملابس ونسيج، الماجستير بتاعي في ملابس تخص ذوي الإعاقة الحركية اللي هي الكلية والجزئية والشلل الرباعي. أنا طبعا من 2018 بدور على بعض المصطلحات الخاصة بذوي الهمم، وعملت السنة اللي فاتت فعاليات خاصة بكل الفعاليات الخاصة بذوي الهمم، اللي هو اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وطبعا يوم اليتيم والقادرون باختلاف. وكنت بهتم إن هم يبقوا حاضرين معايا في الفعاليات دي، وكنت بقدم لهم بعض الملابس الخاصة بالإعاقة بتاعتهم، وعملت معاهم يعني كانت تجربة كانت جميلة جدا، وحسيت إن هم قد إيه محتاجين مننا إن إحنا نقدم لهم أعلى الخدمات. فأنا طبعا بشكركم جدا، لأن بصراحة المعجم ده هيفيدنا كلنا، لأن إحنا يعني معظم اللي اتجهوا لدراسة ذوي الاحتياجات الخاصة بيفتقدوا المصطلحات الخاصة بيهم، وكمان تصنيف الإعاقة، يعني في إعاقات كتير مش مصنفة أو مشروحة صح. فأنا بشكركم جدا جدا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا لك أستاذة نرمين، وتشرفنا بوجود حضرتك معنا، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. دكتور محمد الدحماني، تفضل، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم أنه لا يكاد يتأسس القول ولا تنبني الفكرة ولا يستقيم الفهم ولا تقوم الرؤية في كل علم أو صنعة أو فن إلا بلفظ يحاكي كنه المتصور في ذلك العلم، أو يترجم أصل الفكرة في تلك الصنعة، أو ينقل جوهر الحقيقة في ذلك الفن. فبالألفاظ تفتح مغاليق الأمور ويكشف المستور، وتنال الرغائب وتدرك الحاجات، وبالألفاظ تؤسس المقولات وتبنى التصورات. وما الألفاظ التي هي بهذه الصفات والتي عليها مدار القول في كل هذه المجالات إلا المصطلحات؟ فالمصطلحات هي قطب المعرفة وأساس الفهم، والحال الناطقة بمتصورات الأشياء، والميزان الدال على استقامة الفهم والإدراك، وهي ليست حلية تتلبس بها العلوم والصنائع والفنون، وليست زينة يلجأ إليها أصحاب الفهوم، بل هي عنوان الإدراك السليم والبيان القويم
والسبيل إلى الرؤية الواضحة وتحصيل الحقائق على طبيعتها. وبالنظر إلى هذا الدور الخطير للمصطلحات في حياة العلوم والمعارف الإنسانية بصفة عامة، فقد حظيت بعناية العلماء والباحثين قدماء ومحدثين في مختلف الأزمان والأماكن والأمصار، وخصصت لها الكتب والمصنفات، ودونت فيها الرسائل والمقالات، لأنها الآلات التي يولج من خلالها إلى أصلاب الصنائع والفنون. ولذلك صاغ لها الوصف بكونها مفاتيح العلوم. في هذا السياق يندرج إنجاز معجم منصة أريد الدولية في المصطلحات التربوية والنفسية ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي هذا الإطار يندرج هذا المشروع العلمي التربوي الإنساني الرائد، فذوي الاحتياجات الخاصة فئة مجتمعية تحتاج إلى رعاية خاصة وعناية خاصة وحرصا زائدا لتوفير كل الوسائل التي تفي باحتياجاتهم وتساعدهم على تخطي كل الصعوبات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية العامة وحياتهم العلمية الخاصة. فالكثير من ذوي الإعاقة يلجون المدارس والجامعات ويجدون أنفسهم أمام تحديات البحث العلمي وصعوباته. ولعل من أهم هذه الصعوبات التي تواجههم على مستوى التمدرس والبحث العلمي صعوبة استيعاب المفاهيم وضبط المصطلحات وما يصاحب ذلك من صعوبات الإحاطة بالمصادر والمراجع التي يمكن الاستناد إليها والاستعانة بها في مشاريعهم البحثية. لكن أقول بوجود هذا المعجم، وأقول ذلك جازما، أن هذه الصعوبات ستزول وأن أمورا أخرى ستتحقق بإذن الله. من هذه الأمور أنه سيتيسر التمكين التعليمي لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم الجامعي، وسيتم الرفع من مستوى التأطير والتوجيه الديداكتيكي والبيداغوجي والمعرفي لذوي الاحتياجات الخاصة. وبوجود هذا المشروع الرائد سيتسنى لنا تأهيل الموارد البشرية والأطور العالية في المجالات المختلفة، منها التدريس والدراسات العليا ومجال التربية والتواصل ومجال المصاحبة النفسية إلى آخره. وبوجود هذا المشروع كذلك سنتمكن من إعداد بيئة تربوية مناسبة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الوسائل التعليمية المساعدة على التعلم والبحث. وبوجوده سنتمكن من النهوض بحق من حقوق الطلبة في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وهو تأمين الحق في تيسير ولوج الطلبة في وضعية إعاقة إلى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والإسهام في اندماجهم الكامل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. فشكر الله لكل من أسهم في إنجاز هذا المشروع الرائد، والشكر الخاص الخالص المفعم بالتقدير لسعادة الدكتور عبد الرازق مختار على إدارته المحكمة لهذه الجلسة من جهة، وإدارته لهذا المشروع باقتدار وحنكة من جهة ثانية. والشكر موصول لسعادة الدكتور سيف سويدي الذي عودنا في هذه المنصة على الأفكار المبدعة الرائدة. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سعادة الدكتور محمد الدحماني على هذه المشاركة القيمة. ننتقل معكم إلى سعادة الدكتور سعيد عبد الرحمن. تفضل دكتور، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وسحاب الرحمات على إمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. تحية أعزاز وتقدير لكل العلماء كبيرهم وصغيرهم على هذا الجهد الرائع طبعا، وأخص بالشكر حتى لا أطيل معالي الأستاذ دكتور سيف السويدي المؤسس الرئيسي للمنصة، ومعالي البروفيسور المحترم طبعا رئيس الفريق الأستاذ دكتور عبد الرازق مختار، اللي دايما يعمل في صمت ويخرج بعد ذلك بالجديد والجديد. وكما أتوجه بالشكر لكل فريق العمل كلهم باسمه، أبارك لكم هذا العمل طبعاً، وأشكر السادة الضيوف والمدخلات. نفع الله بكم ورفع قدركم في الدارين الدنيا والآخرة. أريد أن أؤكد على ما قاله معالي الأستاذ الدكتور مختار كثيراً وكرره، أن هذا علم خالص لوجه الله، إن أبتغي بوجه الله سبحانه وتعالى، وإن هو ده زكاة أو يعتبر زكاة العلم. وده ذكرني بأستاذ رحمة الله عليه الأستاذ دكتور شاكر عطية قنديل، كان رائد من رواد التربية الخاصة في مصر والعالم العربي،
لما كان دايما يقول لي يا ابني لكل شيء زكاة، وزكاة العلم العطاء للآخرين. ففعلا انا شايف ان ده عمل جارون عليه ان شاء الله رب العالمين، ولا يجازي على هذا العمل الا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المنطلق يعني اوجه شكري وتقديري لكل من قام على هذا العمل. وانا طبعا ان شاء الله يعني انا طبعا ما عرفتش نفسي في البدايه استاذ تربيه خاصه ووكيل كليه علوم الاعاقه والتأهيل جامعه الزقازيق لخدمه المجتمع. من خلال بقى عملي في مجال التربيه الخاصه فعلا انا بصيت بسرعه على القاموس او المعجم، فعلا ما شاء الله جهد كبير جدا مبذول فيه، في دقه في الشغل، يعني طلعت على بعض المصطلحات كنت حريص ان انا اشوفها سريعا عشان اقدر برضك اعمل مداخلتي. ولكن في نقطه مهمه جدا ان استاذنا الدكتور عبد الرازق كنا يمكن تناقشنا في هذا الامر، ان احنا في الفتره اللي فاتت من خلال العمل في مجال التربيه الخاصه ومجال الاعاقه السمعيه بصفه خاصه، لقيت ان احنا عندنا في مصطلحات زي ما احد الزملاء اعتقد معالي الدكتور خالد السعودي لما قال ان كل ياتي بايه بمصطلح اللي يتناسب معه. فاحنا فعلا كنا في مصطلحات كل استاذ بيجي بمصطلحاته الخاصه بيه، عنده معتقداته وعنده رؤيته، وكل واحد بيبرر عن المصطلحات. يعني لما نيجي بس على سبيل المثال الاعاقه العقليه والاعاقه الفكريه والاعاقه الذهنيه واضطراب التوحد والاوتيزم، ما زلنا في هذه القضيه لازم معالي الدكتور عبد الرازق بحنكته. يعني انا كنت اتمنى برضك، واكيد انا ما اعرفش الجهود او التفاصيل، ولكن احنا محتاجين برضك الجزئيه دي نلقي عليها الضوء، ان احنا يحكم هذه بعض المصطلحات اللي فيها اراء عشان تبقى الباحث لما يختار المصطلح ويبدا يعتمد عليه ويستند له في شغله في ابحاثه في دراساته، يبقى ما يلاقيش وجهات نظر تختلف معاه، او ده وجهه نظره لا ده انت كنت مفترض تناولت المصطلح بهذا الاساس. طبعا دي مجرد رؤيه فقط، ولكن يعني هذا طبعا اعتقد ان العمل اكثر مما يعني تفاصيل اكثر مما انا اتحدث فيها دلوقتي. فبارك الله فيكم جميعا، وان شاء الله احنا على اتم الاستعداد معالي البروفيسور دكتور عبد الرازق في اي عمل يكلف ان شاء الله. ولكن النقطه اللي اتكلمت فيها ريت يا ريت الله يبارك فيكم لازم توضع لها حد، ان هي الاختلاف في المصطلح ده نمشي كده ولا كده، فيا ريت الله يبارك فيكم ده برضك توضع في الاعتبار في الاصدارات القادمه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لك دكتور سعيد عبد الرحمن على هذه المداخلة القيمة. حضورنا الكرام، مداخلة أخيرة دكتورة رشا، تفضلي بإمكانك فتح المايك. نعتذر لحضراتكم لعدم أخذ باقي المداخلات، تفضلي دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته يعني أنا بتشرف إن أنا موجودة مع حضراتكم النهاردة، وببارك لكم طبعا يعني على العمل الكبير ده. معاكم رشا عادل عبد العزيز، أنا أستاذ بجامعة عين شمس، أستاذ علم نفس تربوي بجامعة عين شمس. أول حاجة أنا يعني متشرفة طبعا إن أنا مع حضراتكم، وبشكر طبعا الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار جدا على إدارة هذا العمل، والأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي ودكتور خالد، بس يعني وكل الزملاء اللي سبقوني في المداخلات. بس عايزة يعني أستفسر عن شيء دلوقتي. دكتور خالد عمران، حضرتك كنت دايما في المداخلة بتاعت حضرتك بتتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وإحنا ساعات القيادة السياسية يعني كان فيها مجهودات كتير جدا لذوي الاحتياجات الخاصة، بس ساعات بيطلق في وسط المبادرات دي زي مثلا اي مبادره قادرون باختلاف انطلق ايا كان مسماها بيبقى ذوي الهمم. فهل احنا ذوي الهمم دي هيبقى بالنسبه لنا احنا في مصر مثلا مصطلح سياسي مش اكتر، ومش هنتابعه في اي معجم او اي مصطلح، لانه انا غالبا في اساتذه بتعتمد هذا المصطلح، وساعات المناقشه معاهم بتبقى بين الاخذ والرد، وبيبقى في تجاذب شديد. انا ما شفتش لسه المعجم، ما تشرفتش بيه ان انا اشوفه خالص، بس دكتور عبد الرازق قال انه جامعه الزقازيق وجامعه سوهاج ليهم الحق. طب واولادي في جامعه عين شمس يا دكتور؟ يعني بتمنى ان ده يكون متاح ليهم برضو. أي مبادرة إن شاء الله نحب نشارك فيها تكون يعني نحاول نعمل إضافة ولو بسيطة. برضو حاجة تانية،
هل الإعاقات اللي تم ترجمتها يعني بقت يعني هي الإعاقة نفسها مترجمة أبجديا يا دكتور، ولا كل الإعاقات بالترجمة؟ عشان الجزئية دي بالنسبة لي مش واضحة، لأن برضو لسه ما اطلعتش على المعجم. النهاردة أنا شايفة إن الاحتفالية احتفالية ممتازة جدا، وكلمات دكتور خالد السعودي كانت كلمات راقية جدا، وهو بيتكلم كده كنت حاسة إن هو من كتر ما الكلام يصل إلى القلب بيعمل حاجة جميلة اسمها جبر الخواطر. فهو اليوم يوم جميل، وهو احنا بنهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، بس احنا كمان عايزين كلمات رقيقة تجبر بخاطرنا وتخلي يومنا جميل وسعيد. يعني أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة دكتورة رشا. نعم، بإمكان الأستاذ الدكتور سعادة البروف عبد الرازق مختار أن يتفضل. نعم شكرا شكرا استاذ صفا. طيب نستاذن حضرتك استاذ صفا، الدكتور ليس لو يعني مداخله ولكن سريعه، يعني هو حريص على المداخله، نعم نعم فتفضل يا تفضل دكتور ليس تفضل. نعم تفضل بإمكان يفتح المايك. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير الجزاء يا دكتور على ما قمتم به، وبارك الله في سعيكم. ألو دكتور، تسمعني؟ تفضل تفضل يا دكتور بعد. تونس. بخصوص الكتاب، يعني أنا كنت معاكم، أنا موجود يعني منذ تأسيس المنصة من 2016، ومن النواة الأولى، يعني لو الدكتور سيف السويدي موجود يسمع يعرف يعني. وأنا مسجل ذوي احتياجات خاصة وذو همم، والعناوين اللي حضرتكم تكتبوها ما في إشكال في الموضوع، بس يعني أنا موجود معاكم، يعني كان يكون الأجدر أنه يعني نستفاد من هذا الموضوع مع بعض، ونقدر يعني نوصل الخيارات ونحتاجها إحنا أساسا، يعني باعتباري أني من ذوي الاحتياجات ودكتور وياكم، ويعني ما اعرف ليش انا ما موجود معاكم اصلا في الكتاب يعني، واكو دكتور ثاني ما اعرف نسيت اسمه والله، احنا اثنين معاكم ذوي احتياجات وعندنا اوسمه يعني. فيا حبذا يعني انه لما الموضوع يخصنا احنا نكون موجودين بالصوره يعني. حاضر يا دكتور ليش، حاضر. الله يحسن في حاجة إليك، بس تاني؟ حبيت أشارك بهذه. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا، بارك الله فيكم. شكرا لحضراتكم على المداخلات المتميزة، للأستاذة الدكتورة رجاء والأستاذة الدكتورة رندا والدكتور عبد الرقيب والدكتورة جهاد والدكتور أحمد عبد الوهاب والدكتورة نرمين وأخ العزيز الأستاذ الدكتور محمد الدهماني وأخ العزيز الأستاذ الدكتور سعيد عبد الرحمن والأخت العزيزة الأستاذ الدكتورة رشا عادل والدكتور ليس. ودكتور ليس، إحنا في المجاميع البحثية بيتم الإعلان عنها، الاختيار مش إحنا اللي بنختار، في على صفحة المنصة بيتم الإعلان ويتم تقديم الطلب، ويكتب الشخص أسباب رغبته في الانضمام وإيه القدرات اللي بيمتلكها، وبناء عليه بيتم قبوله. يعني تقريبا إلى الآن على فكرة في ناس بعد انتهاء المعجم وما زالت للأسف المجموعة مفتوحة، فأين إلى الآن يوميا بيصلني إشعارات برغبة الناس للانضمام. أعد حضرتك إن شاء الله حينما يعلن عن الإصدار الثاني أو الطبعة الثانية من المعجم أن حضرتك تكون معنا، وده طبعا شيء يشرفنا وبيسعدنا، وكلنا في النهاية أسرة واحدة، وأي إيد تكون موجودة معنا ده شيء يسعدنا. على فكرة العدد اللي موجود ده 27، ده العدد النهائي، كان معانا أعداد أكبر من ذلك، وللأسف الشديد في النص بناس بتوجع، وناس أحيانا بتبقى يعني موجودة متصورة إن اسمها هتتكتب كده وخلاص، وناس كانت الكفاءة بتاعتها يمكن مش على القدر المطلوب لهذا العمل الرصين. فتم يعني الاستقرار على هذه المجموعة اللي متميزة اللي عملت بجد وعملت بإخلاص فعلا، لكن احنا كان عندنا عدد أكبر من ذلك، وبدأوا معانا واشتغلوا معانا، لكن مع مرور الوقت بيتم الفلترة. فبالتأكيد يسعدنا وجود حضرتك دكتور. الدكتورة رشا، احنا على فكرة في البداية
جات في ذهننا هذه المسميات. وعلى فكرة كنا في الأول حبينا نطلق عليه ذوي القدرات الخاصة، وبعدين قلنا لا، احنا خلينا نمشي على المصطلح المعتمد من الأمم المتحدة اللي هو ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعارف عليه علميا. لكن هذه المسميات زي ما حضرتك بتقولي، مسميات أحيانا بيبقى فيها الدعم ويبقى فيها التحفيز، لكن احنا مشينا على المستقر عليه علميا، وخدنا المصطلح اللي تقريبا هو اللي معتمداه الأمم المتحدة ومشينا عليه. أما عن اللينك وعن ولادك وحضرتك في جامعة عين شمس، يعني ده فوق دماغنا من فوق، يعني استأذن حضرتك تواصل معايا على الخاص، وتحت أمر حضرتك لينك مجاني لكل طلاب جامعة عين شمس. أمر يا دكتورة رشا. الدكتور سعيد طبعا بالتأكيد يسعدنا ويشرفنا حضرتك تكون معانا، ونزيل كل هذه الاشتباكات إن شاء الله. شكرا لحضراتكم وبارك الله فيكم. أعتقد الأستاذ عدنان هيلتقي بحضراتكم بعد لحظات، ولينك الشهادة المجانية أعتقد نزله على الشات، ولينك تحميل المعجم للحضور مجانا أيضا موجود على الشات. ولو في أي مشكلة يعني حضرتكم تتفضلوا بالبقاء مع الأستاذ عدنان، وهو هيشرح لحضرتكم كل التفاصيل. أنا في النهاية حابب أكرر شكري وتقديري لكل العناصر الفاعلة في هذه الفاعلية وفي هذا الإصدار، بداية من أخي العزيز الأستاذ الدكتور سيف السويدي، كل الزملاء الأعزاء اللي شاركوا في هذا العمل المتميز، وعلى كل لحظة وكل وقت وكل دقيقة بذلوها في هذا العمل. ده شيء بالتأكيد أكيد يعني نسأل الله عز وجل أن هو يسجل في ميزان الحسنات. الشكر موصول أيضا لهذه القامات العلمية الراقية والمتميزة اللي فعلا أضفت على الاحتفالية طعم مختلف، لأن هو طعم خبراء وطعم تميز وطعم تمكن وطعم رصانة. الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، ودي إن شاء الله هتكون فاتحة إن شاء الله للارتباط مع الجامعة، تقديم كل أوجه الدعم اللي متاحة وكل إمكانات المنصة بكل روافدها، ب 120 ألف منتسب ومنتمي لهذه المنصة، باتفاقيات شراكة مع أكثر من 88 جامعة، بعلماء وخبراء وباحثين في شتى التخصصات من أكثر من 100 دولة، من أكثر من 1000 جامعة. بالتأكيد يعني هيساعد إن شاء الله في دعم أي حد راغب في الدعم، وده خالص لوجه الله عز وجل بدون أي مقابل على الإطلاق. شكرا للأستاذ الدكتور إيهاب على حضورك وعلى كلماتك وعلى تعقيبك وتعليقك. شكرا أخي الحبيب معالي النائب الأستاذ الدكتور خالد عمران على هذه الإطلالة الرائعة والمتميزة والحضور المتميز، وأيضا كل أوجه الدعم مقدمة لجامعة سوهاج الحبيبة. أي احتياج من المنصة حاضرين في أي لحظة، وده شيء يسعدنا ويشرفنا. الرقيق والجميل والعذب والبليغ الأستاذ الدكتور خالد السعودي، شكرا على تعبك ومجهودك وعلى هذه المداخلة الراقية وعلى هذا العمق، وأيضا كل الدعم للطلاب والباحثين في جامعة الطفيلة التقنية. وأي احتياج في أي لحظة بالتأكيد كل المنصة وكل روافدها داعم لكل المنصات في كل وطننا العربي وكل المنصات الناطقة باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. حابب في النهاية يعني أسجل شكر خاص وامتنان واعتراف وتقدير إلى هؤلاء الجنود اللي فعلا عملوا بمنتهى الإخلاص من خلف الستار، وإن كانوا هم في وهج وصدارة القلوب والعقول. الفريق التقني واللوجستي اللي موجود في المنصة، اللي أخرجوا هذا المعجم ونسقوه، وتصميم الغلاف والإجراءات اللي خاصة بالترقيم الدولي وكل التفاصيل دي. شكرا لهذه المجموعة الرائع على رأسها أختي العزيزة الأستاذة الدكتورة مريم قيس، وأخي الأستاذ عدنان قلعجي، الأستاذ عبد البردان، الأستاذ معاذ، الأستاذة مها، كل الزملاء المتميزين اللي موجودين معنا في كل تفاصيل المنصة. شكر خاص وامتنان للأخت العزيزة الأستاذة صفا على هذا التقديم المتميز، وكرر شكري وتقديري وامتناني لحضراتكم، وأهلا بحضراتكم دوما في كل فعاليات منصة تريد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار على هذه المداخلة والمشاركة القيمة، بارك الله بجهود الجميع وفي جهودكم، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، وننتقل معكم حضورنا الكرام. تفضلي أستاذة ندى، هل بدقيقة لو سمحتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله. طبعا الدكتورة شكرا جزيلا على إصدار المعجم. أنا أحد أعضاء منصة أريد أنتسب للجامعة التقنية الجنوبية بالعراق، وتابعت تقريبا يعني مداخلات اليوم كلها، بس عندي مقترح أريد أقدمه لكم. هم يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، بس مو بشكل نظري وإنما بشكل عملي، انطلاقا من أنه لكل نظرية أكو نتائج يستفادون من عندها ذوي الاختصاص، هنقول اللي هم بالمحك. يعني الشغل هذا كله على مدن اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ممكن إصدار تطبيق إلكتروني يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة التعليم. يعني خلينا نقول نتاج الكتاب، هذا الكتاب يخدم نقول الباحثين أكثر ما نفسه هو الشخص هذا ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني بس هذا أقدم هيك مقترح، حتى لو مثلا تبني هذا المقترح أنا من الداعمين إليه. شكرا جزيلا. يعني هذا السؤال، يعني المقترح للدكتور سيف السويدي والدكتور عبد الرازق المختار. شكرا جزيلا شكرا لك جزيلا. على هذا المقترح الرائع، بارك الله فيك، وشكرا شكرا أيضا شكرا شكرا للجميع. دكتورة ندى. شكرا دكتورة ندى، وبالتأكيد فكرة طيبة بالتأكيد. يعني أنا أتمنى أن أي حد من اللي موجودين معانا، وإن شاء الله يتم دراسة هذا الموضوع، أن فعلا التطبيقات الإلكترونية مفيدة جدا لأصناف مختلفة، فممكن يعني دراسة هذا الأمر بتوجيه أو تصميم أو عمل تطبيق أو تطبيقات حتى متعددة تتعامل مع فئات، لأن بالتأكيد الفئات بتبقى مختلفة في الإمكانات والقدرات. فبالتأكيد، ويسعدني وجود حضرتك دكتورة ندى، أهلا بيك. شكرا أعطيكم جزيلا العافية. لكم. نعم، حياكم الله. نشكر أيضا الأستاذ الباحث عبد الرحمن بالوافي على أيضا، أعتذر يعني لعدم أخذ مداخلة الجميع لكوننا تجاوزنا الوقت. ننتقل معكم حضورنا الكرام إلى شرح طريقة تحميل شهادة الاحتفالية لهذا اليوم. تفضل أستاذ عنان قلعتي، معكم الصلاحية. شكرا أستاذة صفا، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير. الشكر موصول لجميع الأخوة المشاركين والأساتذة الأفاضل، وعلى رأسهم سعادة البروف عبد الرازق، ونسأل الله أن تكون في ميزان حسناتكم وأن يؤجركم الله عليها. بارك الله فيكم أحبتنا الكرام، ونشرح سوية إن شاء الله طريقة الحصول على الشهادة الاحتفالية الخاصة بانطلاق المعجم أو للمعجم. نعم أحبتنا الكرام، عند البحث على منصتي أريد على محرك البحث جوجل، نكتب منصة أريد فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. ولمن كان من أعضاء منصة أريد فبإمكانه فقط الضغط على تسجيل الدخول فيطلب منه الإيميل وكلمة المرور، ولمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه عمل حساب جديد بالضغط على تسجيل حساب جديد كما هو موضح أمامكم، فتنتقل مباشرة إلى الصفحة التي تتطلب بعض المعلومات، وهي كالاسم باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وكذلك كلمة مرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل كما هو موضح أمامكم. وأيضا يوجد في أعلى الزاوية شرح مبسط لعملية التسجيل. بذلك عندما يكتمل ذلك نصبح أعضاء في منصة أريد، وننتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية أو الصفحة الرئيسية للمنصة، وتظهر أمامكم بالصورة الموضحة. نعم، نختار من الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم. أرجو أن يكون واضحا لديكم. نختار نظام عليم، فننتقل بعدها إلى أقسام النظام، وتجدون فيها جميع الأقسام. نختار منها المحاضرات القادمة، قسم المحاضرات القادمة، فنتجه مباشرة إلى المحاضرات أو الفعاليات. نختار منها احتفالية إطلاق معجم منصة أريد الدولية، وتجدونها أمامكم.
نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالضغط على الرابط فينتقل بعدها مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالفعالية أو الاحتفالية، نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية وهي مجانة تمام، نضغط على إصدار الشهادة فننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالتحميل. وأيضا بالنسبة للعضوية الاحترافية يمكنكم تحميل جميع الشواهد وكتب التأييد باللغتين لجميع الأوسمة التي حصلتم عليها مجانا، نضغط على تحميل الشهادة فيتطلب الأمر بضع ثوان وننتقل بعدها إلى الشهادة فنأخذ الشهادة وتظهر بهذه الصورة. نعم أحبتنا الكرام، تظهر الشهادة بهذه الصورة، وأيضا تم وضع الرابط في الشات عفوا للينك الخاص بالكتاب. نعم تم وضعه في الشات، وسأكرر مرة أخرى الروابط جميعها، ستجدون رابط لينك المعجم بإمكانكم تحميله أيضا مجانا، تجدونه أمامكم، نضغط على تحميل الملف فننتقل مباشرة إلى المعجم، بإمكانكم مشاهدة المعجم. تستطيعون تحميل المعجم من هذه الصفحة. وأيضا أحبتنا الكرام، ننوه إلى أن التسجيل لهذه الفعالية أو لهذه الاحتفالية سننشره غدا بعون الله على القناة الخاصة بنا على اليوتيوب. هذه هي القناة الخاصة بمنصة أريد العلمية، وتجدون عليها أو تجدون فيها جميع المحاضرات والفعاليات التي قدمت في الأيام الماضية. نعم أحبتنا الكرام، هذا شرح إن شاء أستاذ الله. عدنان، نستأذن حضرتك. نعم تفضل. أنا شايف حد في الشات بيقول إن هو حمل المعجم والخط باهت. لا، ممكن يكون المشكلة عندك، لأن أنا لسه حملته فورا أهو، الخط زي نعم الفل وكأنه مطبوع، مفيش أي المعجم واضح. مشكلة. ممكن يكون في التحميل فقط، عند حضرتك الشبكة مش قوية، لكن ممكن تعيد تحميله تاني بسرعة وإن شاء الله الدنيا تمشي وتبقى زي الفل. شكرا أستاذ نعم عدنان. بارك الله بك دكتور، يعني المعجم واضح أمام الجميع، يعني الأمور إن شاء الله كلها تمام. هذا المعجم وهذا يعني صفحة التحميل أيضا، واللينك موجود، الضغط فقط على تحميل الملف. وأيضا تم وضع الرابط في الشات. نعم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والكلمة الختامية مع الأستاذة صفاء، فتفضلي مشكورة. شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان قرعتي على هذا الشرح الرائع، بارك الله بجهودكم وتقبل منكم وزادكم إبداعا وتميزا. حين نتحدث عن التعليم والتنمية فإننا لا ننسى فئة مهمة من المجتمع، وهم أبطالنا ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتحدون التحديات بشجاعة ويرون العالم بأبعاد مختلفة، ولهم منا كل الاحترام والتقدير والدعم والتعاون معهم، وإن إطلاق هذا المعجم خطوة هامة وثورية في عالم التربية الخاصة. تتميز منصة أريد الدولية بالرؤية الرائدة في تقديم وإطلاق هذا المعجم الإبداعي لتعزيز التفاهم بين المعلمين والأهل والتربويين والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة. ودعواتنا لمنصة أريد الدولية ولكل من شارك وساهم ولا يزال يقدم ويبدع في دعم هذه الشريحة المهمة من المجتمع، لهم كل الاحترام والتقدير، وندعوكم للاستفادة من هذا المعجم الثمين والملهم، ولنعمل معا لتوفير بيئة تعليمية شاملة ومهمة، ونجعل التعاون الإيجابي لبناء مجتمع يشجع على التضامن والاحترام. شكرا لكم حضورنا الكرام على حسن الاستماع والمشاركة والمداخلات القيمة لحضراتكم، وندعوكم لهذا الاطلاق المهم، يمكننا خلق مجتمع أفضل إشراقا ومنصفا لأفراد الجميع. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ودمتم مبدعين ومتألقين وتصبحون على ألف خير. شكرا جزيلا لكم.